هي دي كل امتاع سيادتك؟ ايوه، وده الفايل اللي فيه البيانات الرسميه. الشهادات والبيانات دي مكتوبه باي لغه؟ سويدش. نعم، باللغه السويديه. النسانيس دي لازم تحجز عليها في الحجر البيتر لغايه لما يتم الكشف الطبي عليها. امبوسيبل. نعم، انا الدكتور نبيه العالم، استاذ الجراحه بكليه الطب، مستعد اكتب لك تعهد على مسؤوليتي ان النسانيس دي سليمه وخاليه من جميع الامراض. من اختصاص اداره الحجر البيطري، ولا بد من حجزهم. امبوسيبل، مستحيل مستحيل النسانيس دي تقعد في الحجر الصحي ثانيه واحده. للاسف يا استاذ ما اقدرش. دي نسانيس تجارب طبيه، اجريت عليها تجربه طبيه هامه جدا في السويد، ظروف عملي بتحتم عليا ان انا اكون هنا، ولازم يكونوا تحت ملاحظتي ثانيه بثانيه. يا فندم دي تعليمات. العلم لا يخضع لتعليمات. دول نسانيس في حاله نقاهه، لازم يعيشوا في جو معقد وتحت ظروف رعايه طبيه مركزه. هدي نفسك لو سمحت. هاو ازاي؟ اهدي نفسي ازاي وفي جريمه هتحصل؟ جريمه؟ شور. ما هو اي ناس من دول لو اخد شويه برد او اصيب بعدوى ميكروبيه من الحجر الصحي بتاعك هتبقى اكبر جريمه. يا دكتور اصل ال شطر ولا كلمه، انا ما عنديش استعداد اتكلم معاك ولا كلمه. اندهلي مدير المطار، هات لي التليفون، انا هتصل بوزير الصحه، هتصل برئيس مجلس الوزراء نفسه لما اشوف اخرتها. مستشفى الدكتور نبيه العالم، متاسفه البروفيسور مشغول، ما اقدرش اوصل له اي مكالمات دلوقتي. مايند يور ايز، اي تلوث في الجو او في الاكل معناه الفشل. انتوا عارفين كويس قوي قد ايه انا بكره الفشل. اطمن يا بروفيسور، محدش يستخدم مخه الا من خلال عينيه اونلي، وكل واحد فيكم ينفذ التعليمات بدقه ومن غير اي فلسفه. اوكي ذات از اول. اطلب لحضرتك فنجان قهوه 8 متر. ليه؟ هو الدكتور طلب منكم تبنجوني؟ نبنجك؟ قهوتكم ريحتها اتيري يا انسه سوزي، دوختني. سلامتك يا فندم. ويا ترى الدكتور عنده خبر ان انا منتظره بقالي ساعه ونص وهو اللي عاوزني؟ فيري نايس. ولو كنت انت اللي عايزني كنت استنيتني سنه ونص على الاقل يا متر. متر ايه؟ هو انا حصلت ملي؟ ازيك يا حكيم؟ وحسيت يا راجل. مررت ادفعت من مواعيدك يا دكتور. ولا يهمك. هغيرها لك. دونت وري. اعوذ بالله. ايه مش مصدقني؟ طب تحب اغيرها لك دلوقتي؟ يا عم فال الله ولا فالك. ليه؟ ده سهل جدا انك انت تغير كل اعضائك المستهلكه وتجددها. اجددها بايه؟ اير بارتس، قطع غيار جديده. قطع غيار جديده؟ ايه. ونجيبها منين بقى يا اسطى؟ ايه يا اسطى دي؟ ما انت بتتكلم زي الميكانيكا اهو. صدقني احنا في عصر زراعه الاعضاء البشريه. يعني الواحد يقدر يزرع اي عضو؟ شور. قفزات العلم اسرع من قفزات عقرب الثواني. ونجيب منين بقى تهاوي الاعضاء اللي هنزرعها؟ تهاوي؟ هو في زرع من غير تهاوي؟ التهاوي موجوده يا ابو جهل. موجوده فين؟ في البنك اوف اورجنز. نعم، في بنوك الاعضاء اللي منتشره في كل دول العالم المتحضر. يا متخلف. بنوك الاعضاء؟ يس، موجود فيها جميع اعضاء الاله البشريه. اي عضو تعبك او مش عاجبك ممكن تغيره. لا يا شيخ. شور. انت عندك عضو تعبك؟ لا هو مش تعبني لكن مش عاجبني. وايه هو العضو ده؟ وليه الاحرج ده بقى؟ قول قول ما تكذبش. مخي. مش عاجبك ليه؟ مع انه عزيرو. عزيرو؟ لانه عمره ما اشتغل يا ابو جهل. بس يا جزار الاورجنز يا ميكانيكي، عايزك التوكيل اللي معاك تبيعني عمارة اسكندريه. ليه؟ محتاج لفلوس، فلوس كتير قوي يا ابو حكيم. I need a lot of money. هي المستشفى مش بتجيب لك a lot of money؟ ما انا بفكر ان انا كمان اخد سلفيه من البنك على المستشفى. ليه انت ناوي تصفي حالك هنا وتعيش هناك؟ هناك فين؟ في لندن مع بنتك ومراتك الانجليزيه. اوه نيفر نيفر. يبقى ناوي تنحرف. انحرف؟ امال عاوز الفلوس دي كلها ليه؟ هتعمل بيها ايه؟ ده انت حتى بخيل وجلد.
مش احسن منك اقرع ونزري؟ شوف يا سيدي ان شاء الله ما حد حوش. يلا بينا انا عازمك على الغدا. بس اكل ظفر. يلا يلا الله يطمر فيك. بقالي سنين ببحث في علاج العقم عند الرجال، وبعد مجهود طويل ومشوار صعب قدرت اوصل. توصل ليه؟ اكتشاف طبي خطير، عمليه جراحيه هتهز العالم كله. عمليه هتعمل انقلاب في مناهج علم الغدد وطب وظائف الاعضاء. ربنا ينور لك طريقك يا نبيه. من صغرك وانت فالح ومتبتب. لاني محتاج الفلوس، فلوس كتير قوي يا عبد الحكيم علشان اكمل المشوار لغايه النهايه. طب يا اخي ما تشوف لك جامعه عالميه ولا هيئه طبيه دوليه من اللي انت عضو فيهم تمولك وتصرف على ابحاثك بدل ما تبيع املاكك. هخسر كتير. تخسر؟ العمليه دي اصلها اختراع، لو نجحت هكسب مليارات. مليارات؟ لاني هبقى الجراح الوحيد في العالم كله اللي بيعملها. ربنا يوفقك بحق جاي النبي. المهم انك انت تشوف لي مشتري لعماره اسكندريه يكون جاهز وباسرع ما يمكن. جاهز وباسرع ما يمكن؟ يبقى ما فيش غير اخونا وحبيبنا سعيد ابو الدهب. ايوه اعرض عليه وهو اولى من الغريب، دي عماره تحفه. معاك حق، هو غوي تحف وانتيكات. يافت. طب قول لي رايك في الفص ده يا سعيد بيه. لا ده عشفور. ما تتفرج عليه. من غير ما اتفرج عليه. وعرفت منين؟ انت بتاخد رايي ولا بتمتحني يا عجوز الساغة؟ عجيبه. عجيبه اني بفهم؟ عجيبه انك بتفهم بعينيك. تمام، زي المرحوم والده. الف رحمه ونور عليه. صحيح، اللي خلف ما ماتش. تعيش يا خواجه نسيم. انا اخدت من وقتك كتير وعطلتك، لكن اطمن انا ادمي حلو، واللي يصطبح بوجهي يبقى يومه كله خير. خير وبركه يا خواجه. ده صحيح صدقني، كل الناس بتقول كده، مفيش عتبة ادخلها الا والخير في رجلي. ربنا يجعلنا من بركاتك. السلام عليكم. اهلا يا باش محضر. معايا سعادتك اعلان. يا ساتر. اعلان ايه؟ خير ان شاء الله. هي حصلت؟ اللي اختشوا ماتوا بصحيح. معلش، دول مهما كانوا اخواتك البنات ولازم تراضيهم. اراضيهم بايه؟ اكتر من 150 الف جنيه كل واحده منهم عشان يخلوا لي بيتي، نصيب الشرع اللي ورثته من ابويا. اراضيهم بايه اكتر من كده؟ تعالى على نفسك شويه وربنا يخليك ليهم. يخليني اليوم؟ بيتمنوا موتي النهارده قبل بكره. بعد الشر عليك يا حبيبي، ما تقولش كده. طمعانين فيا هم وجوازهم وعيالهم، مني ما بخلفش. دي اراده ربنا يا سعيد. كان هيجرى ايه لو ربنا كمل سعادتنا ورزقنا بحته عيل يملى علينا الدنيا؟ اخسى عليك، يعني انا مش مالي عليك الدنيا. هو انا ليا مين فيها غيرك؟ ربنا ما يحرمنيش منك. كان نفسي ما كنتش السبب في حرمانك من الاحساس بعاطفه الامومه وفاء. عاطفك عليا اجمل واغلى حاجه في حياتي، صدقني يا سعيد. انما اقول لي يا دكتور نبيه. نعم. هل يجوز نقل دم حيوان الى انسان؟ ممكن طبعا اذا كان الانسان ده حمار. حلوه، طول عمرك جايب لنفسك التهزيق. انا بتكلم بجد يا سايغ بمخ فالصو. بس يا محامي المساجين. محامي المساجين؟ اه. عمرك اترفعت عن حد وطلع براءه؟ اعمل ايه اذا كان كلكم حراميه. الله يجازيك. سيبنا نسمع الكلام المهم. ايه؟ كمل يا نبيه. الموضوع باختصار ان انا قدرت اوصل لاكتشاف جديد في علاج العقم عند الرجال. ده خبر عظيم هايل، لكن ازاي؟ بواسطه عمليه بسيطه في الغده النخاميه. الغده النخاميه؟ دي اهم الغدد الصماء، الغده المايسترو. المايسترو؟ يا اخي هم سموها كده. منهم لله. سموها كده لانها الغده الرئيسيه اللي بتسيطر على نشاط الغدد الهرمونيه في الجسم. والعلاج ده ممكن يفيد في حالتي يا نبيه؟ شور، مش هخلي في الوجود راجل عقيم. طب ما تعالجني يا اخي، مستني ايه؟ انا جربت العمليه في النسانيس. النسانيس؟ ونجحت 100%، وبستعد لتجربتها على الانسان قريب، قريب قوي. وتفتكر يعني؟ لا، النجاح مضمون 100%. طب ومستني ايه بس يا نبيه؟
مستني لما النسناس العقيم اللي انا عالجته يخلف. ايه ده؟ هو لسه مخلفش؟ يخلف ازاي؟ مش لما اتجوز الاول؟ ثانك يو. هو دلوقتي في نهايه فتره النقاهه وبعدين هجوزه. طب ما اتجوزه بقى. مش لما توصل العروسه الاول. توصل منين؟ كوستاريكا. بعدت اجيب له نسناسه بقى انما زي القمر. هتوصل الاسبوع الجاي. ما تبقاش انسانه في الفرح يا دكتور. والنتيجه النتيجه هتبان امتى؟ ما تصبر على النسناس لما يدخل دنيا يا اخي. وده وقت هزار يا عبد الحكيم. الموضوع ده يهمني جدا. الموضوع ده كل حياتي. ربنا يحققه لك يا سعيد. تاكد يا ابو الدهب ان هخليك تخلف. مش عايز اتعلق بامل ويطلع في الاخر سراب زي كل الامال اللي فاتت. انا عمري ما اديت لك امل. الامال دي انت اللي كنت بتجري وراها في اوروبا وامريكا وطلعت كلها اوهام. النهارده غير امبارح، كل يوم في جديد في الطب. يا ريت يا نبيه. اطمن يا ابو الدهب، قلت لك هخليك تخلف. معقول؟ لكل داء دواء يا اخي، وكله بامر الله، يمكن ربنا يأذن. مش قادر اصدق ان عينيا ممكن تشوف لي طفل يقول لي يا بابا، واسمعها منه ولو مره واحده قبل ما اموت. انت كاين الراجل وقلبت عليه المواجع يا اخي. ده انا اللي هشفيه من المواجع. انت متاكد ان حالته هتستجيب للعلاج بتاعك؟ اوف كورس. انا مش هخلي في الدنيا راجل عقيم، كله لازم يخلف. يعني هتلغي العقم فور ايفر؟ ما اظنش. ما تظنش؟ ويجعل من يشاء عقيما يا اخي، ربنا قال كده. الخلفه رزق والرزق مقسوم، وفي ناس مش مقسوم لها تخلف. قلت لك كله هيخلف يا متخلف. يعني هتغير إرادة ربنا؟ يا سيدي أنا ما قلتش كده. أمال قلت إيه؟ العلم ملوش حدود في صنع المعجزات. ما تخليش ثقتك في العلم أكبر من ثقتك في واهب العلم. ما تبقاش جاهل يا دكتور. ده أنت معجزة. معجزة؟ شور. جسم إنسان ومخ حيوان. سلام يا أبو. ده بقى النسناس اللي كان انفرتايل، يعني ما عندوش قدرة على الإصابة. العقيم يعني؟ اللي كان عقيم قبل العملية، دلوقتي خلاص ما بقاش عقيم ولا حاجة. طب بس مش تستنى لما اتجوزه ونشوف النتيجة؟ ما النتيجة خلاص بانت في التحاليل. والنسناس ده بقى يبقى مين؟ ده بقى النورمال، اللي خدت منه حتة من الأنتيريور لوب وزرعتها في تاني. الأنتيريور إيه؟ الأنتيريور لوب، الفص الأمامي من الغدة النخامية. فص؟ فص غالي قوي يا جوهرجي. الفتفوته منه تسوى حوالي ربع مليون دولار. ربع مليون دولار؟ امال انا محتاج فلوس وعايز ابيع العماره ليه؟ علشان اشتري فتفوته من الانتيريور لوب. تشتريها منين؟ انا كلفت المانجر بتاعي اللي بيدير اعمالي في امريكا انه دور لي على واحد اشتري منه. وتفتكر هيلاقي حد؟ اوه كتير. تجاره الاعضاء البشريه النهارده بقى ليها سوق كبير جدا. انت ما سمعتش عن الناس اللي بتبيع كلاويهم واللي بيبيعوا عينيهم؟ انا سمعت عن اللي باعوا عيالهم. كله بالفلوس يا ابو ذهب. طيب واللوبلوب ده مكانه فين؟ الانتيريور لوب. ايوه مكانه فين؟ في الغده النخاميه. مش الغده النخاميه دي اللي في الرقبه؟ اوف كورس نوت. الغده النخاميه مكانها تحت المخ. يا نهار اسود، هي فيها فتح مخ؟ اديك شايف النسانيس قدامك ايه؟ كلهم صحه ونشاط وحيويه. دماغ النسناس اكبر ولا دماغ الانسان؟ دماغ الانسان طبعا. اذا العمليه في دماغ الانسان هتبقى اسهل، لان الهدف هيكون اكبر واوضح. هي العمليه دي صعبه قوي يا نبيه. شور صعبه بالنسبه لاي جراح في العالم، لكن بالنسبه لي انا اتس فيري ايزي. اعملها وانا مغمض. ايوه بس اللابلوب ده اسمه الانتيريور لوب. اه هيفيد بايه؟ دي مسائل طبية صعب عليك قوي انك تفهمها يا ابو الدهب. بليفني. حاول تفهمني يا نبيه. العقم عند الرجال ليه اكتر من سبب، اما يكون نتيجة تشوه في اعضاء التناسل وده علاجه اصبح سهل جراحيا. ايوه. واما يكون نتيجة لضعف السبيرمز اللي هي الحيوانات المنوية. زي حالتي. تمام كده. انا بقى قدرت ارفع نسبة حماية وحصانة السبيرمز بتقوية الغدة النخامية بطريقه زرع جزء صغير قد العدسيه كده بالظبط، من انتيريور لوب شخص بيخلف لانتيريور لوب شخص ما بيخلفش. فهمت؟ طيب والشخص اللي هتقص حته من الانتيريور لوب بتاعه ده
هيجراله ايه؟ nothing at all. مش هيجراله اي حاجة. انا مش هستأصل منه غير حتة صغيرة جدا قد العدساية. يعني مش هيحصل له اي ضرر؟ never. مفيش اي ضرر للشخصين. انت مش شفت النسناسين بعينيك؟ انت متأكد انا بيها؟ اشتري مني العمارة واديني ثمنها دلوقتي وانت تشوف. انا تحت امرك من غير عمارة. انا مستعد اساهم بكل امكانياتي في سبيل نجاح علاج زي ده. اديني دلوقتي ربع مليون دولار وتدخل معايا شريك. شريك؟ شور. دي صفقة تجارية مضمونة. هنتاجر في ايه بقى ان شاء الله؟ في الانتيريا لوب. انا بتكلم جد يا نبيه. وانا يعني اللي بهزر؟ شوف يا سيدي. انت تمولني دلوقتي وانا اديلك 20% من كل عملية بعملها. هنكسب مليارات. مليارات؟ شور. انا اصلي مش هاخد في عملية زي دي اقل من 100,000 دولار. 100,000 دولار؟ نت. ومصاريف العلاج والادوية وتمن الانتيريا لوب على حساب المريض. ايوه بس ده كده اعلاج غالي قوي. مش غالي على اللي نفسه يخلف بيبي. امال عايز يخلف ليه؟ يعني يخلفه ويشحت بيه. لا حلو يا جاوي. ما تيجي نشوف واحد من هنا ارخص. يا ريت. بس انا اصلي مستعجل. ما عنديش وقت اضيعه في اني ادور على واحد ولا وقت اضيعه في الاتفاق معاه. انا المانجر بتاعي بيسهل لي المسائل دي كلها. بيجيب لي واحد جاهز على ترابيزه العمليات. ايوه بس ربع مليون دولار ده يمكن يطلب اكتر كمان. على فكره ده غير عمولة المانجر. يا عم وفر العمله الصعبه واحنا نستلقط لك من هنا واحد ولا اتنين ارخص وبعمله سهله. يلا يا سيدي. ربع مليون دولار ليه؟ حتى الانتيريور لوب هنستورده من بره؟ ده كلام. ايدي على كتفك يا ابو الدهب. طيب والشخص التاني هنجيبه منين؟ لا التاني ده بقى منه كتير. منه كتير؟ الجناح بتاعي في لندن كلينيك بيجي له الاف من جميع انحاء العالم. عندهم عقد مستعدين ويتمنوا يعملوا العمليه. الاف؟ يس. وهيدفعوا كويس جدا لان كلهم اغنياء واصحاب ملايين. يا سلام. صدقني لو شاركتني هنكسب تمام. انتيريور لوب كومباني ليميتد. اسم حلو. اتفقنا. بسرعه احسن اتاخرت عن دكتور نبيه. ايه حكايه مقابلاتك الكتير مع الدكتور نبيه الايام دي؟ الدكتور نبيه ده صديق عمري. ايوه بس ما كنتوش بتقابله على طول كده. اصلنا بندرس مشروع هنعمله مع بعض. مشروع ايه؟ مدرسه اطفال. اشمعنى؟ مشروع مربح. يا حبيبي انت بترهق نفسك في الشغل زياده عن اللزوم. راعي صحتك شويه. ايه؟ ايه صحتي مش عاجباك اليومين دول ولا ايه؟ يا سلام يا سعيد انا بتكلم بجد. أنا صحيح عديت الأربعين لكن متين. متين ولا عنب زي. حلاوتك هتكون كبيرة قوي يا أبو رخريخ لو جبت لي واحد يقبل. أنا حلاوتي يا سعادة البيه هي رضاك عني. تعيش يا أبو رخريخ. وزي ما فهمتك أنا لا طالب قلب ولا كلية ولا عين. إحنا مش هناخد منه غير حتة قد العدساية وهدفع له 20,000 جنيه. يا لهو بالي يا سعادة البيه. 20,000 مرة واحدة؟ انت كده هتطمع الناس فين؟ انا طالع من ذمتي 20,000 جنيه بس المهم اللي تجيبهولي يكون فل وكله شباب ويكون مخلف. اهم حاجه يكون مخلف. هو في حد عندنا في البلد مش مخلف يا سعاده البيت؟ اطمن يا سعاده البيت انا هجيب لسعادتك لوري محمل ترام بشري ونقل اللي يعجبك. امتى؟ يومين ثلاثه بالكتير قوي يا سعاده البيت. ماشي يا ابو رخريخ. يا لهو بالي 20,000 جنيه سعاده البيت. بقول ايه؟ ما ينفعش هاني؟ اعوذ بالله يا راجل ده انت حسن الختام. هو اللي زيك عنده انتيريور لوب خالص. مع السلامه يا سعاده البيت. شفت بعينك بقى النسناس العقيم وهو مخلف يا متخلف. سبحان الله. ألف مبروك يا نبيه. ده انتصار طبي مذهل. فين بقى يا سيدي الشخص اللي انت كنت بتقول لي هتجيبه؟ ما زال البحث جاري ان شاء الله قريب. ايوه بس انت بقالك 6 اشهر بتقول الكلام ده. انا عرضت لغايه 100,000 جنيه.
يا رب نلاقي واحد قريب. ايه رايك يا حبيبي؟ ما تاخد انت ال 100,000 جنيه وتدينا حته من الانتيريال لوب بتاعك. حته من الانتيريال لوب بتاعي نزرعها لاخوك سعيد علشان يخلف وهو يبقى زيتنا في دقيقنا وكلنا نستفيد. بقول لك ايه، اطلع من نفوخي. انا لو ما كنتش واثق من سلامتكم انتوا الاثنين ما كنتش قلت الكلام ده. ده احنا اصدقاء عمر يا راجل. انا مستعد ادفع لك 150,000 ولا مال الدنيا كله. خلينا افتح نفوخه وبيع منه حته. دي حته قد العكساية، مش خساره في اخوك سعيد. ارجوك يا نبيل، ده مش مجال هزار. انا مش بهزر والله. اذا كنت تقدر تداوي اخونا سعيد بعلمك نقول لك اهلا، لكن اذا كان دواك مقطوع من لحم البشر نقول لك لا. مقطوع من لحم البشر؟ طبعا. افرض يا ابو جهل انك انت لا قدر الله عملت حادثه او عمليه جراحيه واحتجت النقل دم. حصل، واديته لتر ونص دم. نقل دم دي حاجه تانية خالص. نيفر. هي 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 ساي، دي فتح مخ وانا صاحب عيال. صدقني يا ابو جهل، العمليه في منتهى البساطه زي نقل الدم بالظبط. ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، بقى نقل الدم زي فتح المخ. يا اخي ما انا كمان هفتح مخي. ايه اللي يجبرك على كده؟ لا بتشتكي من مرض لا قدر الله ولا بتتالم من عله، تفتح نفوخك ليه؟ ليه؟ بتسألني ليه يا عبد الحكيم؟ قلت لك دي مسألة أجزاء متقسمة ومحدش بياخد كل حاجة. أما أنت جاهل صحيح، مش عايز أداوي نفسي؟ تداوي نفسك بجروح الناس زي ما داويت جروحك بجروحي يوم ما كنت بتنزف واديتك لتر ونص دم من دمي. يا سعيد أرجوك خلاص، أنا مش عايز منك حاجة. ولو الدنيا كلها ما فيهاش انتيريال جوب غير بتاعك يبقى يغور، مش عايزه. أنا مستعد أديك بروحي بس يكون في مبرر لكده. قلت لك مش عايز منك حاجة. وبعدين بطل النفاق والرياء السخيف بتاعك ده، انت خلاص بانت في البيت. انا عمرك هجيب يا اخي. انا اللي عمرك هجيب يا جماعه. يا جماعه ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ سلام عليكم. رايح فين يا سعيد بس؟ في الطريق بعدين يا نبيل. يا اخي استنى شويه، عاجبك كده؟ ما هو كله منك انت. انا برضو انا اللي قلت لك تبقى نادل مع اصحابك. طب ما تديله حته من انطلوبك. ممكن انا يا سيدي اديله؟ تعرف انت تعمل العمليه؟ يا دمك وانت عامل زي ابو وردان ابيض وغيت. انا برضو اللي غيتت. مالك يا حبيبي؟ سرحان في ايه؟ لا ابدا، شويه مشاكل في الشغل. نفسي تريح نفسك شويه من الشغل والتفكير في الشغل. احنا الحمد لله معانا اكتر من اللي يكفينا نعيش ملوك طول عمرنا. مش فاهم انت غاوي تتعب نفسك ليه. عندك حق، هتعب نفسي لمين؟ اخص عليك يا سعيد، ما تفهمنيش غلط. وفاء، لو كان عندنا اولاد كنت هتقولي كده؟ ايوه كنت هقول كده واكتر من كده. تصوريش قد ايه كان نفسي احقق لك السعاده الكامله يا وفاء. احلف لك بايه اني اسعد مخلوق طول ما انا جنبك حبيبي. عمرك ما اشتقت للامومه؟ عمرك ما حنيت لطفل يقول لك يا ماما؟ ممكن تقول لي كم ما عرف حياتنا تخاصمنا؟ مره واحده وخاصمتيني يومين بحاله. فاكر ليه؟ ايوه فاكر. كنت بتخيرني بين حياتي معاك وحريتي في اني اكون ام لطفل من راجل غيرك. كان لازم اقولك كده، ده حقك. انا مش فاهم انت ليه متأثرة بالحكاية دي ومش قادرة تنسيها السنين دي كلها. لو كنت بتحبني قد ما بحبك كنت اتأكدت اني مش ممكن اكون لراجل تاني غيرك مهما كانت الاسباب. ربنا ما يحرمنيش منك حياتي. انت مش جوزي وبس يا سعيد، انت ابويا وابني وحبيبي، انت عمري كله. دافع الضرر مقدم على جلب المنفعه، وما فيش داعي للمجازفه دي. انت بتقول كده لانك ما دقتش طعم الحرمان من الخلفه. لكن دقت طعم الحرمان من حاجات كتير انت ما اتحرمتش منها. مفيش امر من الحرمان من الضنا. كل الحرمان مر، بس لازم نحمد ربنا. الرزق واحد ومحدش رزقه بيزيد ولا بينقص عن حد. ازاي بقى؟ وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم ربنا علينا كتير وكلها ارزاق متقسمة بعدل وحكمة. بص لنفسك ورجع حسبتك هتلاقي روحك واخد حقك بالكامل. واخد حقي بالكامل؟ ايوه. لو فرضنا ان نعم ربنا اللي ملهاش عدد بتساوي 24 قيراط،
هتلاقي كل انسان واخد ال 24 ايراد بتوعه كاملين، بس واخدهم مشكلين. مشكلين ازاي؟ تلاقي اللي واخد 10 قراريط مال على 7 صحة زائد زوجة صالحة على 2 علم و4 راحت بال، يبقوا كام؟ يبقوا 24. وتلاقي واحد غيره واخدهم 15 بنون و2 مال و1 صحة. ليه ربنا موزعش نعمه كلها على الناس كلهم؟ عشان ما يبقاش في حد محروم من نعمة بيتمتع بيها حد غيره. لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. حكمته كده يا أخي، يعني ما سعاش. اسعى فليس للإنسان إلا ما سعى، لكن اسعى بعدل برحمة مش بقطع لحم غيرك. أمرك غريب يا أخي، هو أنا هضرب حد على إيده؟ ما الدنيا مليانة ناس عمالة تبيع في كلاويها وفي شاشة. بيع باطل ضد الشرع والقانون. ليه بقى يا سيدي؟ جسم الإنسان له حرمته لأنه ملك اللي خلقه، واللي خلقه ما اديناش حق بيعه لا بالجملة ولا بالقطاع. أنا عايز أخلف والعلم بيقول ممكن، أنت ليه عايز تيأسني؟ تبقاش ضعيف قدام شهواتك بالشكل ده سعيد. شهواتي؟ هو احنا ضامنين نعيش قد ما عشنا؟ قصدك ايه؟ ان انا بينا خردة؟ لا يا استاذ، انا ما زلت بكامل صحتي واقدر اخلف 10. ربنا يديم عليك نعمة الصحة وتنول كل اللي بتتمناه. ما تفوق يا ابني من الدروشة اللي انت فيها دي. دروشة؟ اه، مش ناقصك غير عمة خضرة وعقدين خرز وتقف على باب السيد. والعمل يا ابو رخريخ؟ انا مش ساكت يا سعادة البي، اديني بدور. بقالك 9 أشهر بتدور ومفيش نتيجة. بصراحة يا سعادة البي الناس كلها خايفة. اللي يقول لي انا مش ضمن لي هيجرالي ايه بعد العملية، واللي يقول لي عتسايا من الراس بعدها نحتاس. ما هو لازم تلاقي لي واحد بأي شكل بأي تمن. حاضر يا سعادة البي. اعرض 150,000 جنيه. 200,000. 200,000 جنيه يا سعادة البي. المهم تلاقي لي واحد وبأسرع ما يمكن. حاضر يا سعادة البي. ندور كمان. همتك معايا يا ابو رخريخ، اعتمادي عليك كله يا راجل. استغفر الله يا سعادة البي، ده انا خدامك ليك علي اغطس واب، واجيب لك واحد انما فحم وعتسيته تملى العين. يا رب. حي حي يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. حي 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 يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. اجعل صباحنا رضا وسرور ببركة المسك والبخور. حي اجعل صباحك فل وبركة يا عم منصور. ربنا يزيدك من نعيمه وتنور مرادك عن قريب. تعيش يا راجل يا طيب. من يومين شفت لك رؤية في المنام فيها بشرة معطرة ومتفسرة. خير؟ شفت ايه؟ شفت روحي قاعد في رحاب الحسين. شلها يا حسين. وشفت المرحوم ابوك بينادي علي. الف رحمة ونور عليه. بيقول لي قوم يا منصور هات الشمع والبخور وحصلني على الطهور. طهور؟ قلت له طهور مين يا حاج امين؟ ايه؟ قال لي طهور احمد ابن سعيد ابني. وفتحت عيني على داني الفجر بيقول الله اكبر الله اكبر. ابشر يا سعيد، احمد جاي لك في الطريق وكل شيء بمعاد. من بقك لباب السماء يا راجل يا طيب. سلام مربع للميع. نعم. معانا غوشه 21 عايزين نبيعها. فين هي؟ ما تاخذنيش يا حلاوه، حكمانا مخرطش عليها ومكرتينها لا تتنشل، دي محطوط فيها شقه عمر. وده عايز تبيعها بكام دي بقى؟ الميزان هو اللي يردها يا حلاوه، اوزنها. انت جاي تلعب ولا جاي تهزر؟ نعم. امشي ياض من هنا لسلمك البوليس. سلمني البوليس؟ لانك حرامي. احترم نفسك واعرف انت بتكلم مين. لسلمك لعزرائيل. اخلص يا بطال يا خطاب. الحقوني الحقوني. ايه حصل ايه؟ ده واد بلطجي من اياهم حب يعمل غلط عشان يلطش. ولع نور. الدنيا ظلمت ليه؟ الدنيا ظلمت ليه؟ سلموني البوليس. حاضر. ولع نور يا اخوانا، ولع نور يا اولاد الكلب. ربنا كفايه انواع وجعت دماء
دماغي لو فكرتنا بنسواننا. قول لي يالا يا تهمتك ايه؟ تهمتي فقير. هو الفقير مزبله. الاشكال دي احنا فاهمينها وبتمر علينا في الصاغه كتير يا فندم. يدخل ومعاه غويشه تعبان نحاس زي دي يعرضها للبيع، وبعدين يطلب من البايع يفرجه على غويشه تانيه ذهب تعبان برضه، وبخفه يد يبدل النحاس بالذهب. حركات مفهومه. ده هجام يا فندم، ده هجم عليا وكان عايز يحط ايده جوه البنك الازاز اللي فيه الذهب. ادخل. متهم عبد الاوي شديد يا فندم. متهم ليه بس يا ناس؟ متهم بايه؟ حرام عليكم. حرام عليكم. ولا ما تكلمش خالص الا زودت لك سؤال. ولا خلي وشك سؤال. تلوش ما عاوز يا كبير يا سعاده البيت. تاكلت ضرب. ما تاكلوش كلمه دخل جامع يا فندم. اقول لك اخرس. كل سنه اقول يا سعاده البيت. ضربوني وضربوني غش الدهب يا سعاده البيت. تعادل معايا يا احسن لك وبطل استهبال. لا احسن شلضمك. هتشلضمه في ايه اكتر من كده يا سعاده البيت؟ وانا اودي. انا بعرض الغل. بعرض العدل. بعرض الغوش انت يا سعاده البيت. هتغني عليا انا؟ يا سعاده البيت انا مواطن شريف ابن بلد مصري. مصري؟ متجوز من سنتين ومخلف ثلاثه وخدمت في الجيش وراجل صنايعي اسطى. اسطى هجام. اسطى منجد. انا عبد القوي شديد ابن المرحوم شديد عبد القوي الحديد يا بيه. ده يطلع مين ده؟ منجد. راخر؟ هو اللي ده وعايز اقطني جهاز بنت مقبول اسم الشرفيه سنه 60 يا بيه. فين بطاقتك؟ حاضر. اتفضل يا بيه. ايه اللي وداك محل السايخ؟ كنت مورود في ورطه، رحت ابيع شبكه مراتي عشان افك ازمتي. ايوه يا بيه هي دي. انت متاكد؟ ايوه متاكد. هي دي غش اللي ضربوني وسرقوها مني يا سعاده البيه. سرقوا منك غش نحاس؟ نعم. دي دهب عار 21 قيراط يا بيه. لا دي نحاس اصفر. تبقى مش بتاعتي. انا بعرض الاب غوشت سرقوها يا بيه. اخرس يا زلمطاح يا نصاب. من فضلك يا سعيد بيه. يا فندم ده واد افاق حرام. انت اللي حرام وهبرتقي ونخاش. اخرس يلا. انا صاحب حق يا بيه. الغوش اللي دهب 21 قيراط. دهب بالعافيه؟ لا دهب بالميزان. ما بنقول لك دي نحاس. يبقى هو الحرامي برضه. انا مش جاي من عنده. يا ريالة بقى انت مش جاي من عندنا؟ ايوه والقسيمه بتاعتها معايا يا شفرطاجي يا هبوش. فين هي القسيمه اللي معاك يالا؟ اتفضل اتفضل يا سعاده البيه. اهي الفاتوره دي بتاعتك يا سعيد بيه؟ ايوه الفاتوره دي مظبوطه. ظهر الحق. اظبطها بيه. اسكت يا عبد القوي. الفاتوره مظبوطه لكن الغويشه نحاس مش هي المثبته في الفاتوره. طب هات بقى المثبته في الفاتوره يا وكيلها لمعه. انا هاش. اخرس يا لبنطاجي يا لبا. بس ما حدش فيكم اتكلم خالص. مش شايف قلة ادب يا فندم؟ احفظ ادبك يا واد عبد القوي. يا بيه خلينا فش. ده انا اتعزقت عزق ما اتعزقوشكم قطن مصمم. اخرس خالص. يا بيه ده انا صاحب حق. اذا كان صاحب حق هيبان ازاي؟ بالميزان. الغويشه المثبته في القسيمه وزنها كام جرام؟ 32 جرام. نشوف النحاس دي وزنها كام؟ 62. شوف سعادتك دي اكتر من 62 جرام. تبقى مش هي؟ لا بيه انا ماليش دعوه. انا عايز غوشتي. روح دور على غوشتك يالا. ولا شوف مين اللي خامك وبدل لك الغويشه بغويشه نحاس يا كروديا. نحاس؟ لا انا غوشتي دهب. انا في عرض الهم. اعزقوني قطعوني علقوني من شفت وهاتوا لي غوشتي. كفايه عياط يا استاذ عبد القوي واحمد ربنا. كمان طبعا يا اخي الحمد لله على كل شيء. مين عارف كان هيجرى لك ايه؟ كانت عيب من انا ادفعك والغوشه فضلت. يا ساتر. يا ريت كان عيب من عيالي مات والغوشه بقيت. اعوذ بالله ما تقولش كده. امال اقول ايه بس؟ اقول ايه؟ ده انا مورود ورطه الذل والمرمطه. مرمطه ايه بس؟ بلوه بلوه ربنا بعتها لي عشان يذلني ويخرط خناصير وسطي كمان وكمان. طب ما تقول لي يمكن اقدر اساعدك. تساعدني؟ ما محبه الا بعد عداوه يا اخي وانا حبيتك. تعيش يا سكر. قول لي بقى مولود في ايه؟ مراتي. مالها؟ حملت ولازم اسقطها. تسقطها؟ هو انا حامل العيال دي كلها؟ ده انا عندي ثلاث بلاوي منكدين عيشتي ومحرمين عليا المزاج والراحه. سبحان الله. ولما انت مستكفي كده مش تبقى تخلي بالك وتحاسب؟ ما هي المصيبة مش عارف احاسب ازاي. اعمل احتياطات يا اخي. احتياطات انظر حولك عملناها
وبرضه مفيش فايده. مش ناقص غير اننا نتطلق عشان ما نخلفش. ما شاء الله. اصل انا مش متجوز ست يا فندم. امال متجوز ايه؟ ارنبه. ارنبه ماركه ابو لمس، خليتها مجوز، ما تحوقش فيها هيئه تنظيم الاسره بحال. يعني هي الارنبه بتخلف لوحدها يا سي عبد القوي؟ انا بادي واجبي وانا مغسل وده من جنه. يا فت من تنحيس نحسك اديها في ايدك بقى ارخاص. يا عصبتي سواد اسمتي يالا. سواد اسمتك انت ولا سواد بختنا؟ يا لخرور الفقر يا حضرت الوقوقه وديت الخوشة الذهب في العباد. والختمة الشريفة، والختمة الشريفة أنا طول عمري مخبيها في قعر الشنطة اللي تحت السرير. حد من جيرانك الغجر يعرف مكانها؟ أبدا. ومقام الحسين ده أنا باخدها وأرجعها في السر. بتاخديها فين وترجعيها فين؟ ده هي مرة ما فيش غيرها زرفتها الروح. روح بنت الحانوتي لبستها ليلة فتحتها ورجعتها لي تاني. هو اللي بيروح للحانوتي بيرجع تاني؟ أكيد هم اللي بدلوها. وربنا ربنا يكون دفنهم بقميصهم من غير كمان. طول البلد بس يا عبده، سلمى حرام. حرام؟ ما انا انت ايه؟ سلفتها مره كمان لموسى برود. وموسى برود؟ مرات ابو سلمى الحلاق. بس يبقى هو اللي قرشها وربنا لا يقص عمره. طول البلد بس يا عبده. سلفتيها لمين تاني؟ يا بؤجة الخيبه، يا فنطاس الهبل. لاختك عدلات سلفتها مندي ولبستها لما راحت تقابل جوزها يوم خرج من السجن. الله يخرب عقلك يا ام مخ تايك يا هبله. هتهمين دلوقتي بس يا ربي؟ هتهمين؟ هتنقطيني؟ بعد الشر عليك تتضهب في تراب رجليك. وهنجيب منين بس تمن الدكتور اللي هيخلصنا من المصيبه اللي في بطنك؟ هتعمل ايه؟ ده شغل ستات بقى. بس والنبي والنبي يا عبده ما تزعل نفسك ولا تعكر دمك. هو احنا حامل العيال دي كلها انا ماشي؟ قلت لك اطمن انا هتصرف. انا خايف عليك انت انا ماشي. ما تخافش لسه في اولها، هو ما حضر لك لقمتك كلها. لا هغير هدومي الاول وبعدين نبقى نغرف وناكل براحتنا. فصلي جنيه على قدي يا ترز البنك اتغطى بيه يدفيني من برد الضنك. فصلي جنيه على قدي يا ترز البنك اتغطى بيه يدفيني من برد الضنك. ابحزق فيه ما يخلصي، افرتك فيه ما ينقصي. انا بحزق فيه ما يخلصي وانا فرتك فيه ما ينقصي. ويعرف ساعده من ذله ولا يهمه الغلا كله. وانا دعيلك وانا دعيلك وانا دعيلك وانا دعيلك وانا دعيلك يا ترز البنك اترز البنك. صباح الخير يا سعد. صباح النور يا نجف بنور يا سيدي الغزلان. امي بتقولك دقيت قط المرتبة ولا لسه؟ اديني بدق فيه يا عسل. يوه ما تخلصني بقى، رجلي وجعتني من الروحه والجايه. سلامة رجليك يا ابو كعب محني. هات كرسي هيا لو سمحت. ايوه. ممكن تدلني على حاره الطوشي؟ هي دي يا فندم. طب فين دكان لص عبد الاول المنجد؟ ابقى وجير. ايوه في زقاق خرنوبه. يا راجل بطل بقى واشتغل بقى في القط. ما انا بنتشه وانفشه علشان انا يمكم على ملبن يا حلاوه. ملبن؟ ده انت اللي اتكل عليك يا اخويا نام على الحصيره. شربات يا بنت. بطه لما تبتك. بقول لك ايه؟ انا في جيبي ربع جنيه يتيم
مش لاقي حاجة اشتريها بيه. طب وانا مالي؟ ايه رأيك لو ندفع الواحد مأزون يقزل لنا نهيص؟ هيصوا عليك في جنازة ابو تلات عيال وامهم. وماله؟ هي الطرش وانت الغموس يا لوز مفاسدة. ضربة في قلبك يا فقران يا ابو عين زي غنفة. احب البمبة. صباح الخير يا استاذ عبدو. اهلا 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 سعيد بيه. يا اهلا وسهلا خطوة عزيزة. لقيتك ما سألتش، قلت اسأل انا. سألت عليك العافية يا سكارة. اتفضل اتفضل يا شنطة. يظهر ان انا جيت في وقت مش مناسب. ده احنا ظلم النبي يا سعيد بيه. انت يظهر شقي قوي يا عبد القوي ومقطع السمكة وديلها. ابدا يا بيه، كلها يعني شقاوة لسان. الواحد بيشحن. يشحن؟ هو في بطارية لا مؤاخذة يعني تقوم غير شحن؟ لا. اه الواحد بقى لازم يشحن بطارية قلبه عشان ينور بيها سجن الزوجية. يافد. انا ما كنتش فاهم ان مشوارنا بعيد كده. لا بعيد ولا حاجة، دي كلها 40 كيلو. هو الشغل المطلوب تنجيده كتير؟ ابدا، شوية شلة كراسي. يعني كله اساتيك؟ اساتيك مخدات يعني؟ تقريبا، يعني مش هياخدوا منك وقت كتير. متهيألك الاساتيك شغلها كله صنع، عايزة حبس وتقطيع وقرص طعنة. قرص طعنة؟ شغل ابرة يعني. ده غير بقى بندرة الفموق وتشبيهه. الفموق؟ القطن يعني لازم ينعزق ويندق بالقوس دقة بأحلية. كل شيء بتأمن واستعب وانا تحت امرك. وربنا لا عادك على بلبل محشي مهلبية اطرب الطراطير الطراوة. طراطير الطراوة؟ ما تدقش على كل كلمة بقى بيه. يافت. ايه يافت اللي انت ماسكها لي دي؟ في لغة صنعتنا يعني ممتاز اصيل. مأحل يعني. تمام كده، مأحل زيك يا جميل. اكل الريف كله غذا، ربنا يجعله عامر. انما فين الشغل اللي هنجده يا سعاده البيه؟ طول بالك يا اخي، مستعجل ليه؟ نتغدى الاول ونحبس بالشاي وبعدين نبقى نشوف الشغل. ماشي، بس كده بقى الوقت ازف. ولا يهمك، نيجي بكره تاني. نيجي بكره تاني؟ اطمن، كل شيء بحسابه. قول لي. نعم. عملت ايه في موضوع الست بتاعتك؟ الموضوع لسه موضوع وعايزين نخلص منه. اوعى يا عبد القوي، حرام عليك. يعني اجيب عيل كمان؟ وماله، كله برزقه. ده الولاد نعمه. نعمه طبعا، نعمه كبيره ما يقدرهاش الا اللي اتحرم منها زي حالتي. النعمه هي القرش وبس. اتهيالك انا عندي 4 مليون جنيه، لكن عمري ما حسيت بطعم السعاده. مالكش حق، كل ده يعني عشان مسألة الخلفة؟ ايوه. ملعون ابو الخلفة، حد يشتهي الفقر وقلة القيمة؟ ده ربنا سبحانه وتعالى ذكر المال قبل البنون. الفلوس مش كل حاجة يا عبد القوي، في حاجات كتير اهم من الفلوس. حاجات زي ايه؟ الحاجات اللي ما تقدرش تشتريها مهما كان معك فلوس. اللي معاه فلوس يقدر يشتري كل حاجة. طيب تقدر تشتري الصحة بالفلوس؟ وايه فايدة الصحة من غير الفلوس؟ ازاي بقى؟ الدنيا فانية يابا، محدش بيعيش فيها أكتر من عمره. وايه فايدة العمر اللي يعيش عيان؟ العيان اللي معاه قرش أهو يمتع نفسه بيه لغاية ما يموت ويندفن. لكن السليم الفقران بيعيش عمره كله مدفون بالحياة. منطق غريب. كل وجع والقرش دواء. إلا وجع الفقر ملوش دواء. يا راجل بلاش كلام فارغ. يعني انت مثلا ترضى تبيع عين من عينيك ب50,000 جنيه؟ ابقى افهم لو ما بعتهاش. بس فين؟ فين اللي يدفع ويخلع ويشيل؟ ازاي الكلام ده؟ ما انا لو معايا 50,000 جنيه هشوف بعين واحده اللي ما شفتوش بين الاتنين وانا فقران. صح ولا غلط؟ انت شايف كده؟ هي دي عايزه كلام. القرش مفتاح الهنا. Thank you.
ساعات البيت. هات لنا الشغل بقى، خلينا نخلص قبل الدنيا ما تليل. مش لما نشرب الشاي؟ ماشي، هات الشاي. تعال هشام بره. يبقى احسن بره، يبقى احسن. اتفضل. اتفضل. ابو الخريخ، اذا كان عندك او عند اي حد من الفلاحين حاجه محتاجه تنجيد هاتها بسرعه. تنجيد؟ اه، شلت، مخدات، اي حاجه فيها قطن يندق. مش حكاية تنجيد. نورت العزبة يا عبد الورد. فين الشغل يا بيه؟ الوقت أزف. جاي حالا. مين هو ده اللي جاي حالا؟ الشغل، التنجيد. انت عايز تنجي ايه بالظبط؟ قلت لك الشلت. انهي شلت؟ شلت الكراسي. الكراسي شلتها سفنجة يا محترم. ما هو في شلت كراسي تانية. بقول لسعادتك ايه؟ نعم. انا صحيح راجل فقير لكن راجل، واحب اكسب قرشي بنظافه وشرف. يعني ايه؟ يعني انا ماليش في الخربطه والمسائل المكعبله. تقول لي انت جايبني هنا ليه وعاوز مني ايه؟ هكون عايز منك ايه يعني؟ شغل طبعا. انا شغل شرعي، ماليش في الغموض ومسائل البهلزه دي. بهلزه؟ طبعا بهلزه. يكون عقلك قال لك ده راجل محتاج وممكن تستغله في اعمال غير شريفه غير مشروعه. لا يا حبيبي، انا راجل جدع ونضيف قوي. يافد؟ لا مش يافد يا اخويا، مش يافد. انا لحم مر لعلمك. جريعني قوي. شكلك بيقول انك مستريح وبتلف عليا لفه كده وفي نيتك حاجه. هات من ورا وقول لي عايز مني ايه بصراحه. انا بصراحه عايز اعمل معاك صفقه. صفقه؟ تريحك وتريحني. شوف لك حد غير يريحك يا حبيبي، انا مش تعبان. لا لا افهمني بس يا عبد الاول. انا فاهمك كويس قوي يا محترم. لا 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 لا، ما تفهمنيش غلط، انا نيتي خير. خير؟ صدقني، ويا بخت من نفع واستنفع. انا ماليش في الصفقات بتاعتك دي. طب اقعد اقعد، دي صفقه العمر يا عبد القوي. صفقه ايه؟ انا عندي المال وانت عندك البنون. وبعدين وانت نفسك في المال وانا نفسي في البنون. اسره هات من الاخر. ايه رايك لو تقيضني وايضك وكل واحد يحقق اللي في نفسه؟ تقيضني وايضك على ايه؟ تاخد حته من رزقي واديني حته من رزقك. ايه عايزنا ابيع لك عيل من عيالي؟ لا، انا عايزك تبيع لي حاجه تانية. حاجه تانية زي ايه؟ انت مش بتقول انك مستعد تبيع عينك بخمسين الف جنيه؟ وعيني هتفيدك بايه؟ انا مش عايز عينك. امال انت عايز ايه بالظبط؟ عايز ايه بالظبط؟ هقول لك انا. الفرس جاهز لسعاده الباب. خلي السايس يجهز فرس كمان للاسطو عبد القوي. لا ملوش لزوم، ده ركوب الخيل عز، وهو تلف معايا شويه افرجك على العزبه واحنا بنتكلم. نتكلم في ايه؟ انا هشرح لك كل حاجه. هدفع لك 100,000 جنيه. 100,000 جنيه؟ وزي ما قلت لك العمليه في غايه البساطه والامان، وكل اللي هناخده منك حته قد العدسايه مش اكتر. ايوه يعني، وهتاخدوها من انهي حته؟ من الانتيريور لوب. نعم. فص في الغده النخاميه. ايوه يعني محطوط فين؟ لا مؤاخذه يعني موضعه فين في الجده؟ هو فوق القفا بشويه. فوق القفا؟ من جوه. اه يعني في الراس. اطمن يا عبد القوي، الجراح اللي هيعمل لنا العمليه عالم متمكن، ومش ممكن يعرضنا لنا ولا انت لاي خطوره. ده صديق عمري. ايوه يعني، ويا الخلفه لا مؤاخذه يعني تيجي من فوق القفه. دي مسائل طبيه احنا ما نفهمهاش. ايوه بس اول مره اسمع ان الواحد ممكن يخلف بقفاه. حلوه. فكر يا عبد القوي وتاكد اني مش هنسالك الجميل ده طول عمري، وهدفع لك 100,000 جنيه عدا ونقدا. يا سعاده البيه، انا رقبتي ليك من غير ايتها حاجه. تعيش يا عبد القوي، انا مش عايز غير حته من الانتيريور لوب. ايوه بس انا مش طالب منك رد دلوقتي، فكر وبعدين رد عليا. لا مؤاخذه يعني برضه يا سعيد بيه، لا مؤاخذه يعني طلبك ده اصله يعني، لا مؤاخذه يعني محطوط في حته مزنق قوي. فكر فكر قبل ما تقول اه او لا. دخلتك ليه يا كنت في شغل.
انت انا محضره لك العشاء من بدري ونايمه العيال. صحيهم. لا دي مش عوايدك يا اسطى، كنت فل ساعاتي. قلت لك كنت في شغل. اسكتي بقى، عاوز انام. شغل مع مين؟ انت مالك انت؟ لا ده مالي ومالي، ولازم ابكي على حالي. اطلعي من نافوخ السعاده، انا واش انا مش فايق لك. طبعا ما هو البركه في اللي بيفرفشوك بره البيت يا اسطى. اسكتي يا بنت وطي صوتك. لا ده انا عالي وعالي وعالي لحد المستور ما يدلي. مستور ايه اللي يدلي؟ مستور ايه اللي يدلي يا معقلي؟ هبول لي هبله بس يا مصمصاتي يا ابو عين زيغه. يا بنت اسكتي وطي صوتك، بلاش فضايح. طب قول لي بقى كنت مع مين؟ عقلي بقى عقلي بقى وبطلي جنانك وغيرتك العاميه دي، انا مش فايق لك. طيب قول لي كنت فايق لمين؟ وبعدين معاكي بقى، انت هتخلصي ولا الهفك على مين؟ تلهفني على مين علشان بحبك يا عبدو؟ علشان بحكي على عشي؟ ده انا بغير عليك من هدومك. وانا حلت هدومي يا حسره؟ ده اخاف عليك يا عبدو. اخاف عليا من ايه بس؟ انا واشي. اخاف عليك من النوم من غير عشاء يا اسطى. كده؟ طب سخان انت، سخان انت على مغار هدومك. سخان. انا في مشكله، في ازمه، في كارثه. كارثه ايه؟ العمليه لازم تتعمل باسرع ما يمكن، لازم الاقي واحد من هنا باي شكل. ليه؟ انت ما لقيتش حد يقبل في اوروبا وامريكا؟ لقيت كتير، بس اقل واحد طالب مليون دولار. مليون دولار؟ الاوروبيين والامريكان مصابين بجشع سرطاني بيزيد كل يوم. بس ده كتير قوي يا نبيه. شور ده احسن عين ما بيزيدش سعرها عن 30,000 دولار، وانضف كليه ما بتزيدش عن 20,000 دولار. واشمعنى الانتيريال لوب ده غالي كده؟ لانه عضو جديد في سوق الاعضاء ولسه ما اتسعرش. بكره بعد نجاح العمليه هيرخص ويرطرط. يرطرط؟ ما تتصرف يا عبد الحكيم. اتصرف ازاي؟ شوف لي واحد بسعر معقول. اشوف لك واحد تفتح له مخه وتاخد منه حته برشين. ايوه، امال المحامي ازاي؟ دي شغل الجزار مش محامي. انا بتكلم جد، موقفي اصبح حرج وخطير، لاني قابلت جراح سويدي بيعمل ابحاث على نفس اكتشافي. لو وصل اللي انا وصلت له وفاجئ العالم بيه قبليه هبقى خسرت كتير. عاونوني يا ناس. تعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الاسم والعدوان. عدوان؟ وهو في عدوان اكتر من كده؟ سيبك منه يا نبيه، ده واخدك جلاله وداخل في دور دروشه. دروشه؟ صدقني ده بيشكك في العلم. ليه بس كده يا ابو جهل؟ يا ناس العلم وسيله، سلاح بحدين، ممكن نسعد بيه حياتنا وممكن ندمر بيه نفسنا. سامع؟ هندمر نفسنا ازاي بقى يا ابو جهل؟ هي الاسلحه والقنابل الذريه مش اكتشافات علميه زي اكتشافاتك بالظبط. ايوه بس اكتشافاتي انا طبيه سلميه، يعني هتسعد الملايين. على حساب الملايين. تقصد ايه بقى؟ اقصد ان كل شخص هتعالجه هيكون قصاده شخص تالف هتمرضه. هي دي بقى رسالة الطب ورحمته يا طبيب. مين قال اني همرضه؟ هو الجسم السليم زي الجسم اللي ناقص حتة. ناقص حتة؟ يعني ابو كلية واحدة صحته زي ابو كليتين يا ابو الطب. المهم ان الاتنين يعيشوا ويتمتعوا بالحياة ومحدش فيهم يموت، وكل ده بفضل تقدم العلم. يا ابو جهل سيبك منه يا نبيه، انا محضر لك مفاجأة. انما ايه؟ يافت. فكرت يا عبد القوي؟ فكرت وقلت ايه؟ صراحة المسألة دي غير مسألة عيني. ليه؟ الواحد لما يبيع عين هيشوف بالتانية، انما ما تاخذنيش يعني البني ادم مننا ملوش غير تورلوب واحد. احنا مش هناخد منه غير حتة قد العدساية. ما هو الخوف لو قطعنا منه حتة يعطل كل، ومحدش عارف بقى ساعتها هيحصل لي ايه. انا راجل صاحب عيال يا عم. يا سيدي قلت لك اطمن. اطمن ازاي وانت بتقول انها تجربة جديدة وعملية ما حدش عملها قبل كده؟ يعني حاجة نتيجتها هتكون في علم الغيب؟ لا مش في علم الغيب. لا في علم الغيب. لا مش في علم الغيب. مستعد اوريك النسانيس اللي اتعملت لهم العملية وتشوف ازاي صحتهم زي البوم. وحضرتك يعني مطمن ومالي ايدك من الشغلانة دي يا دكتور؟ طبعا، والنسناس قدامك اهو صحته كويسة جدا زي ما انت شايف. وماله؟
بتنطط كتير كده ليه؟ مش نسناس، لازم يتنطط. ده دليل على ان كله صحه ونشاط وحيويه. بس ما احناش عارفين هو حاسس بايه. انا عارف هو حاسس بايه، ومتاكد انه طبيعي وصحته 100%. نتيجة التحاليل مستر عبد الأول. ثانك يو سوزي. يعني يقدر يخلف تاني يا دكتور؟ شور شور طبعا يا عبد الأول، بيقول لك صحته 100%. ثم انت يهمك ايه؟ هو انت عايز تخلف تاني؟ لا مش عاوز اخلف، لكن لما عاوز اخلف لازم اخلف. اطمن خالص، هتخلف وقت ما تعوز تتكلم. اللي اوله شرط اخره نور، ولازم تمضيلي على كده يا دكتور. امضيلك على ايه؟ على ان صحتي بعد العمليه 100%، ولما عاوز اخلف يبقى لازم اخلف. موافق، امضيلك. وانا موافق وتحت امركم. خلص معايا سعيد. يافت يس. طمن يافت قوي ومأحلى قوي وعجبك قوي قوي قوي. احنا اتفقنا على 100,000 جنيه. انت مش قلت هنتقايض؟ ايوه. طب لو انت مطرحي تقايض على طور لبك بكام؟ انت يرضيك كام؟ اعوذ بالله، هي بيعه وشروه؟ ده احنا بنتقايض والمقايضه مفهوميه، وانا عايز اخدمه بس. وانا تحت امرك. عايز ايه؟ التور لب ده من صنع مين؟ من صنع ربنا طبعا. وصنع ربنا ما يتقدرش بمال. اصره هات من الاخر. يعني اللي عايز يقايد بمال على حاجه ما تتقدرش بالمال، شوف انت بقى ادفع كام وهو كلك نظر. قول انت. انا مش هقولك اديني مالك كله. مالي كله؟ لا، انا هاخد نصه واسيب لك نصه. نصه؟ وربنا يبارك لك في الطرلوب قول مبروك، ويبارك لي في الاتنين مليون جنيه. اتنين مليون جنيه؟ وانا ونصيبي بقى، مت انشليت اهو يبقى رزق العيال، وربنا يكفينا شر المخبي. ايوه بس ده كتير قوي يا عبد القوي. فكر فكر قبل ما تقول اه او لا. سو ماتش. طب ما احنا كده يبقى ما عملناش حاجه، نجيب واحد من اوروبا احسن. لا الواد ده احسن. اشمعنى يعني؟ بتوع اوروبا باردين ودمهم زفر، لكن احنا دمنا حامي ونضيف. ايه الكلام ده؟ ما يغركش صحتهم كويسه، مين عارف يمكن نقع في واحد عنده ايدز ولا بلد. لا 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 لا، الواد ده اضمن وانضف. عندك استعداد تدفع له؟ هدفع له. فيري جود. وانا جاهز للعمليه، بس خد بالك من ايه يعني؟ الولد ده اصله مش سهل، عشان كده لازم نمضيه عقد يضمن تنفيذ الشروط قبل ما تدفع له مليم واحد. عقد اتفاق؟ اوف كورس، لازم يمضي لي انه موافق ان يعمل له العمليه. عندك حق، واجب نمضيه. يا ناس افهموني افهموني ارجوكوا، انتوا ليه بتعملوا كده؟ مش معقول مش معقول ابدا. انت ليه بس بتعقد؟ ده حقد بقى، مش عايز حد غيره يخلف. يا سعيد القانون المصري لا يسمح بكتابة عقد زي ده. ليه بقى يا سيدي؟ كل نصوص قانون العقوبات بتهدف إلى حماية التكامل الجسمي، والعملية تخلق نوع من أنواع الاتجار بعضو من أعضاء الإنسان وهو على قيد الحياة، وهذا تصرف باطل يا دكتور. باطل؟ أيوة، طالما أن هناك مقابل سيدفع للشخص العاطي. قول من غير مقابل. هبة. هبة يا أخي ما تخافش، ده كده وكده عشان الشكليات. هبة أو ثمن أو تبرع كله لا يجوز مهما كانت التسمية. طب ما تتصرف يا عبد الحكيم. يا بيه، جسم الإنسان في القانون المصري لا يدخل في نطاق المعاملات المالية. ليه بقى؟ لأنه لا يقدر بمال. جالك كلام يا سعيد بيه عشان تعرف إني عامل لك كازيون. أيوة كازيون باتنين مليون جنيه. هتقطمني على إيه؟ بلاش منه. لا لا، ده أنت جميلك فوق راسي يا عبد القوي. ما تخلصنا بقى يا عبد الحكيم، ما تتصرف يا محامي. جسم الإنسان لا يمكن أن يكون محلا للتصرفات القانونية، ولا يجوز اكتساب أي حقوق عليه أو على الجثة لو مات. أعوذ بالله من فعلك يا أخي. بعد الشر عليك يا عبد القوي، ده أنت حبيبي، ما تاخدش على كلامه، ده بيخرف. أنا برضو اللي بخرف. مش هنكتب عقد، هنعمل ورقة عرفية. عرفية ده إيه؟ هي عملية ولا جوازة؟ يا ناس القانون المصري. تسمح تسكلنا على القانون بتاعك ده؟ سك عليه يعني إيه؟ إحنا أحرار يا أخي، أبوها راضي وأنا راضي، مالك أنت بقى ومالنا يا قاضي؟ صح هو ده.
هو ده. ابو مين اللي راضي؟ ما تفهموني بصراحه احسن. اللعبه محشيه ايه؟ مبطانه بايه؟ لعبه ايه بس يا عبد القوي؟ لا ما اوعى تكونوا لو انتوا قلبوني حرمه بعمليتكم السودا دي. بقى ده كلام برضو عبد القوي. لا كله الا كده. دي بقى ما يكفينيش فيها مال الدنيا بحالها. مش عيب يا راجل، انا برضو هغشك. اه ما تنساش يا راجل دي. حاضر اطمن خالص. خلاص خلاص اتفقنا، هيكون من غير ورق، بكلمه شرف. كلمه شرف منك ولا مني؟ مننا احنا الاثنين. لا بندره، انا اخد حقي نافش ومنفوش قبل ما ينضرب فيها مشرط. ماشي يا سيدي، هتاخده نافش ومنفوش. نافش ومنفوش يعني ايه؟ انت عايز تقبضهم فكه؟ لا ده عايزهم بالجمله وكاش. ما تدقش عليه، ما هو منجد. اوكي فيري جود. تسمح تنزلي هنا بقى بالموافقه؟ على ايه يا حلاوه؟ على ايه يعني ايه؟ على اجراء العمليه طبعا. مش لما نقبض؟ هقبضك خلال يوم او اتنين. ماشي، وبعدها هنمضي بالموافقه. على الرغم من موافقه العاطي، الا انه يجوز للنيابه العامه ان ترفع دعوه جنائيه على الطبيب الذي يقوم بعمليه الاستئصال او الزرع. وات؟ وبعدين معاك يا عبد الحكيم. هتتهم بارتكاب جريمه ضرب وجرح يا دكتور. اتهم؟ او جريمه ضرب وموت اذا ادى استقطاع العضو الى موت العاطي. اعوذ بالله من كلامك اللي زي السم يا اخي. ارجوك نقضنا بسكاتك يا عبد الحكيم. القانون بيقول كده. القانون بتاعك ده متخلف يا استاذ. التخلف هو الوحشيه والماديه وانهيار الاخلاق يا دكتور. العالم كله بيعيش انتصار العلم في عصر زراعه الاعضاء ضد الموت والمرض. يا ابو جهل، احنا مالنا بالقانون بتاعه؟ هو القانون بتاعه شايفنا. بس انا ما اقدرش اغمض عيني على حاجه زي دي. يعني ايه؟ يعني واجبي وضميري يضطرون ابلغ عنكم. تبلغ عنا؟ انت مالك ومالي يا اخي؟ ما تسيبنا خلف يا حقود. العمليه هتتعمل. ما تحرجنيش يا نبيل. هعملها في ظل قانون يحمي العلم والعلماء. هعملها بره في لندن. بس بشرط. شرط ايه تاني يا عبد القوي؟ ما تجرحليش الارنبين. اجره السفر رايح جاي عليك. خايف تجرح الارنبين ومش خايف تجرح نفسك؟ عضك قلبي ولا تعضر رغيف. بقولك ايه، اطلع منها انت يا فندي، بس خليها تأحلي. انت اللي تأحلي. اجر السفر عليك. ربنا يخليك، ربنا يخليك، ربنا يخلينا انترلوبك. حاجة مش بعد. معقول. بعد. حاجة تقرف يا جدع. حبيبي اطلب لي الشاي سعيد احسن بتاعك. انت تؤمر يا ولا. امضي. خلاص اطمنت وفلوسك بقت في حضنك؟ قصدك في حضن البنك؟ بقوا محطوطين باسمك وفي حسابك. ايوه بس انت متاكد يعني ان شيل الفلوس في البنك امان؟ امال عايز تشيل 2 مليون جنيه فين؟ في مرتبه السرير يا صاحب الملايين. انت بتقر عليا ليه؟ هم ناقصوا 500 جنيه. ما هم في جيبك ال 500 جنيه. اللي في الجيب ما طرقع في الغيب. يا ابني يا ابني نجد روحك وعيش. وربنا انا ما خايف غير من قرك بالذات انت. ما تنساش تاخد الادويه اللي كتبها لنا الدكتور نبيه بانتظام. هو مدينا الادويه دي ليه؟ احنا عملنا حاجة؟ دي مطهرات عشان يجهزنا ويحضرنا للعملية قبل ما نسافر. احنا هنسافر امتى؟ قلت لك بعد اسبوع. بسرعة كده. ايه؟ وناوي تغيب قد ايه في السفرية دي؟ والله العلم عند الله. يعني ايه؟ يعني حسب ظروف الشغل. شغل؟ شغل ايه بقى؟ هيكون شغل ايه يعني؟ تنجيد طبعا. طب ومسافر فين بقى؟ بلاد بره. يا لهوي يا خرابي يا قرايه. الله قرايه يا بنت، انت بتعددي عليا. اخاف عليك يا اخويا من بلاد بلاد بر. بلاش والنبي بلاش. بلاش ده ايه؟ اذا ما كانش عشان خاطري يبقى لاجل خاطر عيالك يا اخويا. يا بنت دي شغلانه مأحليه اختاروني فيها دونا عن كل منجدين البلد. وش معنى اختاروك انت بقى بالعنيه؟ كتر خيرهم بيكرموا مرحوم ابويا. هيكرموها على ايه؟ مش هو اللي ده وعايزه قطن جهاز بت مأمور اسم الشرابيه سنه 60 يا بت؟ لا لا لا، انا قلبي يا اخويا مش مطمن للشغلانه دي. فعل الله ولا فالك يا بت، دي شغله محليه هيجي لنا منها فلوس كتير ومن غير عدد. انت هتسافر الكويت؟ كويت ايه؟ قلت لك بلاد بره. بلاد بره فين يعني؟ لندن. وهتنجد ايه بقى في لندن؟ هنجد فرش مأمور اسمه لندن. مأمور اسم لندن؟ يس، يعني الملك بتاعهم. يا جهلة بطلي رغي بقى وخدي شيلي دول معاكي. يا لهوي كل دي فلوس؟ ما تقريش، هو انت لسه شفتي حاجة؟ دول نقطة
نقطة في بحر حسابي. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا حساب حساب يا اخويا الحساب حساب من غير حساب انا وشوش يا مصديان ويا عبد يكون إلك اتمدد للحرام حرام ايه يا بيت ده انا اصحاب عيال يا اخويا ده الحرام وحش ربنا يكفينا شره انا برضو بتاع حرام انا ماشي ما تخافيش بس انت دعي لي اقوم بالسلامه وانا هنغنغكم تقوم بالسلامه انا قلت اقوم بالسلامه انا قصدي اقول يعني انت على الشغل وارجع بالسلامه ربنا يجعلك في كل خطوه سلام يا عبد القوي يا ابن النبي دايما بنسى هي ما كانت اسمها ايه يا عبد انا فاكر ما تطلعي من نفوخي بقى كان نفسي تكوني معايا لكن دي رحله طويله وكلها سفريات تعب سفريات ما هو عشان نعمل مدرسه مثاليه للاطفال لازم نلف العالم كله ضروري ندرس اسس وقواعد ومناهج احدث المدارس العصريه وانت عندك وقت للكلام ده يا سعيد انا وعدت الدكتور نبيه ان اشاركه في المشروع ومش ممكن ارجع في كلامه يا وهرجي وجراح يشتركوا فتح مدرسه اطفال ليه بمناسبه ايه مشروع مربح يا حياتي وربنا يعوض في اللي ضاع اللي ضاع الفلوس اللي لهفها لهفها قصدي الفلوس اللي لهفتها الضرايب اشوفك بخير وانت بخير مالك يا عبد القوي مالك يا ام الدين اياك العبود اياك الاستاذ ايه مفيش امتع من ركوب الطيارات يلا بينا يا جماعه عشان ما نتاخرش قوم بينا يا عبد القوي خلاص عايز اروح دكتور ميه اعملها في الطياره حاسب كوعك يا عبد القوي حبايبي منورين كلها ساعة وهتقوموا بالسلامة إن شاء الله ربنا يلطف خد بالك أنا بيه دونت وري اطمن قولوا والله حط نفس مطر الأرض لولادك كلكم في البحر مالك يا عبد القوي مغمض ليه؟ ما تفتح أرجوك تفتح أنت يا دكتور أبوس قعر جسمتك ما تخافش ما تخافش حلفتك بالأنبياء حياة دينك وعافيتك ودور عينيك هو في إيه بس يا عبد القوي؟ ما تبقاش تحف في الطرلوب وانت بتقطع حاضر حاضر يا سيدي هتدخلي هتبدد برجلك اليمين بعد نقطتين هتبدد ايه انا عايزه اطمن على راجل ده بقى له اكتر من شهرين غايب لا عرفت ولا خبر اطمني يا اختي ربنا يسوقه بالسلامه ويشبه قلبك بضحكتها انت بس يا مصطفى الغالي حديته معانا يا ما انا عايز اكلنا عليه يا اختي هاتي يا اختي ما تجمد يا عبد القوي عندي صداع ب 10 مليون جنيه يا راجل بلاش بكل ما انا دماغي مفتوحه زيك ولا حاسس بصداع ولا حاجه هو القص زي اللزق يا بغداده قص ايه ولزق ايه ما تبقاش كهين طبعا يا بختي من كان الطبيب خاله تلاقيها بشلك نص الطرلب ولا مين عارف يمكن يكون قشطه كله حد شاف حاجه اخي بطل الاوهام الفاضيه دي اوهام انا فوخي دلوقتي بس عرفت القرد بيتنطط ليه عرفت القرد بيتنطط ليه
مبروك يا ابو الدهب، نتيجة التحاليل بتاعتك طلعت ايجابية 100%. بجد يا نبيه؟ ايوه، وعبد القوي كمان تحاليله كلها ممتازة. يعني دلوقتي اقدر اخلف؟ شور. طب ما يلا نرجع مصر بقى. هنرجع بس كمان اسبوع. كتير قوي، دي مراتي زمانها على نار. في مؤتمر طبي لازم احضره وبعدين نسافر. اسافر انا وعبد القوي وانت تبقى تحصلنا؟ نو، احنا دلوقتي بقينا جروب واحد، مش ممكن نفترق عن بعض ابدا. يعني ايه؟ يعني لازم تكونوا تحت ملاحظتي المستمرة لمدة سنة على الأقل. ليه؟ انت خايف تحصل لنا مضاعفات؟ نيفر، لكن ضروري تكونوا تحت ملاحظتي المركزة. هو أنا ليا شغلانة تانية غيركم. اوعى تكون ناوي تحطنا في إقفاص مع النسانيس. كما أتمنى. وناوي تعلن عن العملية في المؤتمر ده؟ أنا ما أحبش أسبق الأحداث، لازم أقدمك للعالم وانت مخلف فعلا والبيبي على إيدك مش على ورق التحاليل. يا رب. تأكد يا ابو الدهب مش هتمر عليك السنة دي لو في حضنك ولي العهد. مالك يا عبد القوي؟ زلزال، زلزال جوه نافوخ. اوصف لي بدقة انت حاسس بايه؟ صداع، صداع في دماغي. هاني حتة من دماغك؟ ايه؟ نفش ومنفوش. ها؟ نفش ومنفوش. هيخف مع الوقت. هو مش كان اشد من كده وقال؟ قال لي راحتي ونقص عشتي. بسيطة. هديلك دواء يضيعه نهائي. الله يخرب بيت الدواء. جدتي بقت اجزخانة. وانا اللي عمري ما بلعت اسبرينة. يا اخي فرفش، فرفش تخف. نقطني بسكعتك. مش خلاص؟ خد اللي انت عايزه. ما تسيبني بقى ادبر حالي مع الدكتور. اطمن يا عبد القوي، انت صحتك زي البومب. ابوس ايدك، ابوس ايدك. اتصل بالدكاتره زملاتك اللي في مصر واسالهم. اسالهم عن ايه بس؟ القرد لسه بيتنطط ولا بطل تنطيط؟ القرد لسه بيتنطط ولا بطل تنطيط؟ وحشاني 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 وحشاني. تجيب عني المدة دي كلها. روح قلبي، هنعمل شهر عسل جديد نعوض بيه الحرمان كله. شهر قولي اتنين تلاتة. وشغلك؟ يتحرق الشغل. تعالي انا ما ورياش شغلة غيرك انت دلوقتي. فهمني يا راجل، انت السفرية دي عملت فيك ايه؟ عملت كتير، خلقتني من جديد. ازاي؟ وبعدين معاكي ما بوظيش المفاجأة. دمرت بيتك يا لابس ومتشيك وبالإبرة متحيك. يا اختي عليك، يا اختي عليك وعلى جمالك. وحشتيني، وحشتيني قوي. انا وشوش طول. انا اقول ايه؟ اقول ايه؟ ده انا كنت متشحتف عليك يا عبدو طول ما انت غاي. وانا كمان كنت اخر شحتفك. مالك خاسس كده ليه يا حبيبي؟ هو قصر مأمور لمبة، ما كانش فيه اكل. ازاي بقى؟ امال ما كنتش بتاكل ليه؟ بالعكس بقى، ده انا اكلت اكل. امال شكلك تعبان ومرهوق ليه؟ مش شغل، التنجيد كان كتير والدق كله كان على نفوخ. الحمد لله على السلامه يا حبيبي. يلا لما عيالك بقى، خلينا نمشي من هنا. هنمشي نروح على فين؟ على بيتنا الجديد. هنعطل؟ ايوه، انا اجرت مطرح مؤقتا كده لحد ما ندبر حالي. طول بالك، على بال ما نلم عزلنا ونجيب عربيه تشيل العفشات. مش هنشيل عفشات، البيت الجديد جاهز من كله. طب نلم الهدوم؟ ارميهم في الزباله، هنجيب غيرهم. طب القط والعده؟ خلاص ما بقالهمش لزوم. هتشتغل ايه؟ مش هشتغل، كفايه راغي بقى، الاوتوبيل مستني. هات العيال وحصليني على تحت. طب الحمد لله ان احنا هناخد العيال. تعبناك معانا يا دكتور. لا ولا يهمك. ما انت ما تعبتنا يا اخويا. اسمه ايه الامور ده؟ ده ساعد، ده ابن الكبير. He's a very nice boy.
وعندي بيويين كمان، مسعد وسعيد. مؤاخذه معلش يعني المنطقه شعبيه شويه. لا بس اتس بيوتيفول. اديني بصحك وافرجك على حتت ما شفتهاش. يا ابني انا مولود في الحلميه. امال ايه اللي خوجينك كده؟ خوجيني ايه يا ابني؟ ده انا متربي في زينهم. قول لي كده بقى، اكمنك نازل تشريح في الخلق. انما قول لي فين المدام؟ بتجرجر بقى السطر ونازله. قول لها ما تجرجرش. البيت اللي انتوا هتقعدوا فيه زي ما انت شفت مش ناقصه حاجه، ده بيتي انا. ما قلتليش هتاخد مني اجره كام؟ اللي تدفعه يا عبد القوي، المهم ان احنا نبقى قريبين لبعض، واتصلنا ببعض يبقى سهل. يعني اجرته كام؟ مش هتفرق، حوالي 1000 جنيه في الشهر. يا نهار طين. خليها عليا انا يا سيدي، لغايه لما تلاقي السكن اللي عجبك. انا مش هقعد فيه كتير. على راحتك. يعني مسافه ما اشتري حته ارض وابني عليها بيت ملك. بقولك ايه، ما تيجي نخرج نتعشى في حته شعريه وبعدين نرجع نكمل سهرتنا. انا لسه زعلانه منك. ليه بس يا روح قلبي؟ ازاي تعرض نفسك لعمليه بالخطوره دي من غير ما تاخد رايي؟ عشانك انتي انكيوي من مروانه احجي تي تي تي. سعيد انا مش بهزر. وادخل جهنم وانشيوي واصرخ واقول يا ده ودي تي. سعيد انا بتكلم بجد، لازم تفهم انك ملكي انا قبل ما اكون ملك نفسك. صدقيني انا عملتها عشان خاطرك انتي حياتي. علشان خاطرك لازم بحياتك. حياتي ارخص حاجه اقدمها لك عشان اكمل سعادتك بطفل يقول لك يا ماما، طفل انخلت بيه حبنا. يا حبيبي وديني عديت منها زي الحصان، السنه دي مش هتفوت علينا الا ولي العهد في حضننا ان شاء الله يا حبيبي. بس المهم ايه؟ اننا ننفذ جدول تعليمات الدكتور نبيه بدقه واتقان وتركيز. اكتر من كده؟ نيمت العيال؟ نيمته. احبك يا لايق في العز يا باحلي. صحيح يا عبدو. وربنا شوفي وربنا ده نجدك بالذهب وطرازك بالالماس يا فتفيت الشاهد يا قشطه. ربنا ما يحرمنيش منك يا سبا. مبسوطه من مطرح؟ مطرح ما تروح انا قلبي معاك. طب ما تقربي جنبي يا ورد بنبي بنبي. يا عبدو اللي اختشوا ماتوا. اختشوا ماتوا يا نواشي. يا عبدو قوم يا نوشة، قوم يا نوشة، قوم يا نوشة. عشان تعرف يا ابو جهل ان انا كان عندي حق اقول لك يا ابو جهل. الحمد لله ربنا لطف. اهو الراجل قدامك اهو زي الحصان، صحته احسن وامتى من الاول، وعلى فكره عبد القوي كده كمان. ما تقرش بقى، اعوذ بالله من عينيك الزرقاء دي. طب قول له ابو الدهب كده ولا لا؟ بس انا طول عمري متين يا دكتور. ايوه بس دلوقتي امتى؟ بصراحه امتى. سامع يا ابو جهل؟ الحمد لله على سلامتك يا سعيد. الله يخليك يا عبد الحكيم. اوعى تكون لسه زعلان مني. انا عمري ما زعلت منك. اتفضل. لا 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 يلا بينا بقى يا ابو جهل، نسيب الراجل لانه مش فاضلنا. ليه وراه ايه؟ هيكون وراه ايه؟ وراه عروسته يا اخي. ما تخليكوا قاعدين شويه، لسه بدري على الحصه. لا 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 كله الا لخبطه الجدول. جدول؟ اصلي نبيه مجدول لي حياتي، مفيش خطوه الا بحساب. ايوه بس المهم بقى يا شاطر ما تلخبطش في الحصص. بصراحه كل الحصص مقبوله،
الا حصه الحقنه بتاعت الصبح دي بتهد حيلي. ما هي بتهدك عشان تبنيك، لانها بتساعد على التحام الفص المزروع والتحامه بالغده وتبقى متينه. متين ولا عنب زيي. ليه بس تظلم العنب؟ طب مع السلامه يا ابو جهل. يلا بينا. تصبح على خير يا ابو فص. تصبح على خير. احضر لك لقمه تاكلها؟ ماليش نفس. معلش اغصب على نفسك، ده انت حتى راجع من بلاد بره خاسس وهفتال. قلتلك ماليش نفس. ليه؟ هما بلاد بره بيسدوا النفس يا اسطى، ولا هي التفاصيل اللي بيجيب التخمه ووجع البطن؟ عامل دماغك وحشت السودا يا امه. قوم يا ولد، صحتك زي الحصان. الحصان اللي عايز ينضرب بالنار. كل شيء فيك طبيعي 100%. يا دكتور، يا دكتور بقول لك انا مش انا. ايوه انا مش انا. اللي بيحصل لك ده عادي جدا، ممكن يحصل لاي حد نتيجه توتر او ارهاق، لكن احب اقول لك انه ملوش اي علاقه بالعمليه بتاعتنا. امال له علاقه بعمليه مين؟ قلت لك ده شيء عادي. عادي عادي بالنسبه لك انت، لكن انا مش انا، صدقني. طب قول لي انت بتاكل كويس؟ برضه مش زي الاول. ما اصل الاول انت كنت بتعمل مجهود كبير في الاوضه، كنت بتعزق وبتدق. يا ريتها دامت. لكن انت دلوقتي بقيت من ذوي الراحات، اصحاب الملايين. ملعون ابو الفلوس. شوف لي حل يا دكتور. في عرضك، في عرضك. طيب طيب طيب، انا هديك شويه فيتامينات تواظب عليها لمده اسبوع وبعدين تبقى تشوف. انا عايز اشوف القرد. القرد؟ ليه؟ عايز اطمن عليه، عايز اعرف اذا كان لسه بيتنطط ولا بطل تنطيط ولا اتنيل على عينه. ارجوك يا دكتور فرجني على القرد. انا متاكد انك زي القرد. انهي قرد فيهم؟ المقصوص ولا الملزوق؟ ما تخافش يا عبد الاول. لا اخاف. ما اخافش ازاي؟ ما هو الخوف ده هو اللي ممكن يزيك فعلا. بقول لك انا مش انا يا دكتور. امال انت مين؟ خيخ. خيخه؟ سكينة ما تقطعش بطيخة يا حلاوة. قطيعة تقطع العز ويامه. ليه يا اختي؟ يا اختي من يوم ما شفناه واحنا كل ايامنا هم ونكت. هم ونكت؟ طب وحياة العيش والملح، وحياة العيش والملح، بقالنا شهر متخاصمين ولا لسان الراجل يجي على لسان، وكل حي مننا في اوضة. يا لهوي يا اختي، قطع قطع كتر القوت، كنا ملمومين وحلوين، حتى بطل يبوس العين يا اختي. طب وايه السبب؟ الصراحة انا اللي طولت لساني عليه وقلت ادبي. لا مالكش حق يا السنواشي، ده لسه عبده طيب وابن حلال. ما هو من غيرت عليه، هو يا اختي كمان عليه زايغة، انا بغير عليه من هدومه. كله الخصام يا ست نواشي، ده الخصام حطام يا حبيبتي، والطير اللي ما يحاجي على عيشه يجي غيره ينسه. لازم تصلحيه، ده راجلك يا حبيبتي. حاولت يا اختي كتير لكن مفيش فايده، بيصدني يا ام صبرون، الراجل مش طايق يبص في وشي. بصي انتي وبحلاقي كمان. امتى؟ امتى يا اختي؟ ده كل ليله يرجع وش الفجر. خلي بالك من راجلك يا سنواشي، ما يفسدش الراجل الا كتر الفلوس في ايده، ولست عبده ما تأخذنيش. ايه يا اختي؟ انا مالي اصله، يعني كان في جرة وطلع لبرة من دون مناسبة. قصدك ايه؟ قصدي ايه؟ هما اللي بيقولوا قطعوا كلام الناس واللي بيقولوه. بيقولوا يا اختي؟ يا اختي دول بيقولوا ويقولوا ويقولوا. لا حلفتك بمقام سيد ابراهيم الدسوقي اللي انت قايلة. اهو اللي يقولوا اختلى من مخدرات. ايه؟ واللي يقولوا من لعب في الضمارات. دمرات ايه يا اختي؟ الفلوس اتخوجات يعني. فشر قطع لسانهم، ده اللص عبده كسب من شقه ومن عرق جبينه، ده تعب وداب وانهرف في بلاد بره. حد نفسك. اعوذ بالله يا اختي من عينيهم، اعوذ بالله من عينيهم، اعوذ بالله يا اختي من عينيهم. أربعة 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 على كل جنيه مبعبعة، أربعة 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 على كل جنيه مبعبعة، أربعة 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 على كل جنيه مبعبعة يا اختي. الفحوص والاشاعات والتحاليل الجديده بتثبت ان صحتك امتن من مجمع التحاليل. صدق العليل ولا تصدق التحاليل يا دكتور؟
بقول لك صحتي مش هي. تأكد يا عبد القوي إن سلامة صحتك تهمني أكتر ما تهمك أنت، ولو كان في أي حاجة أنا ما كنتش هسكت. أنا مش أنا يا دكتور. ما توهمش نفسك بالمرض والخوف، الأحسن تعيب صحيح. ده آخر كلامك؟ هي دي الحقيقة. دي الحقيقة اللي أنت عايزها. عشان تفتح بيها الخلق قبل ما تذبحوا. لا يا عبد القوي، واضح إنك أنت أعصابك تعبانة. والحل؟ أنا هشوف لك أخصائي نفسي. هقو! 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 إيه ده؟ إيه ده؟ تبعوني وقفلوا الأجزخانات، لا قالوا لي إزيك ولا سلامات. إيه الأسلوب ده؟ دي آخرتها برضه يا دكتور. لا انت فعلا محتاج دكتور نفساني. انا محتاج طلاب تاني بدل اللي انت عشرته لصاحبك يا حلق. حلق اصرخ اصرخ، انت مرسوم تلزق لي طلاب جديد. ايه الكلام الفارغ ده؟ الورقه معايا وفي جيبي. ورقه ايه؟ تعهد بامضتك ان انا اطلع من العمليه الصاق سليم، ولا انت نسيت يا حلولو. يا عبد الاول، يا عبد الاول، انت صحتك امتن من الحديد. وربنا، شوف وربنا، ان ما لزقتني طرلوب جديد لاقضيك واسجنك. تسجني؟ الورقه في جيبي، وسعيد عايش، والمحامي اللي حافظ القانون موجود، وهفضحك. انت كده تبقى بتفضح نفسك، لان مفيش اي دليل علمي واحد يقول ان العمليه دي اذتك او اثرت فيك. وانا احب اقول لك حاجه بقى، انا ما عملتش العمليه دي الا بناء على موافقه كتابيه منك، والموافقه دي موجوده في مكتبي هنا وعليها بصمتك. اعمل معروف، اعمل معروف، ريحني. انت اللي داعب نفسك باوهام الخوف والمرض. ابوس ايدك، ابوس ايدك، ابوس ايدك، انزقني انزقني طلاب تاني جديد. هو ده يعني اللي هيريحك؟ اه. طيب خلاص، جيب انت الطلاب وانا هتزقهولك. ماشي ماشي على ماشي. ربنا يرزق عمرك، ربنا يرفعك حلاوه، ربنا يخليك لنا يا دكتور. بسلامة يا باشا، بسلامة يا باشا. ألف مبروك يا وفاء، ألف مبروك يا رحاني. دايخة ونفسي غم علي. دي بشاير الهنا، ولي العهد بينبت. خليكي نايمة، اوعي تتحركي من السرير. رايح فين؟ خليكي مرتاحة، هتصل بالدكتور نبيه حالا. ألف مبروك يا بطل. البركة فيك يا دكتور. اسمح لي أقدم لك بروفيسور مجدي اللباقي، أستاذ أمراض النساء العظيم. أهلا وسهلا يا فندم، تشرفني. متشكر. الأستاذ بقى هو اللي هيشرف على المدام لغاية لما تولد بالسلامة إن شاء الله. شرف كبير يا دكتور. تسمح له بقى يكشف عليها؟ أوي أوي أوي، اتفضل. هي بقى لها يومين حاسة بدوخة ورعشة ونفسها في البطيخ. أشوفها لو سمحت. أوي أوي، اتفضل. أنا هستناك في الصالون. البيت بيتك يا لبابة. اتفضل يا دكتور. رقيتك من عين الخواجات، الرجالة فيهم وستات، حصنتك بالحديد والعمر المديد، يا عبد القوي يا ابن جديد. كفاية بقى، البخور ده جاب له صداع. تعيش وتسلمني من الأوجاع، ويبارك لي في عافيتك من الجلد للنخاع. دي عين وصابتك يا اخويا، عين وصابتك. يا ريتها كانت عين، وكنا شفنا بالتالية. مش حامل ازاي يا دكتور؟ دي مسألة واضحة. طب والقيء والدوخة والبطيخ؟ كلها اعراض تتشابه مع اعراض الحمل. مش يستحسن برضه يا بروفيسور انك تعمل تحاليل عشان تتاكد؟ دي حاله امين رؤيه واضحه من غير تحليل. امين رؤيه يعني انقطاع الطمس. الهانم بدات في سن الياس. ياس ايه؟ دي ما كملتش 40 سنه. وماله؟ في ستات كتير بالشكل ده، خصوصا وانها ما حملتش قبل كده. يا دي المصيبه السوداء. بقى نخلص من الانتيرير لوب، نقع في الامينورويا. بقى ايه النحس ده؟
كنت أتمنى أحقق لك أملك، لكن غصب عني دي إرادة ربنا. أيوة، جرينا جري الوحوش وطلعنا فشوش، ولا يهمك يا حياتي الاسم كده. كان نفسي ما اكونش السبب في حرمانك من الاحساس بعاطفة الابو. المتعوس متعوس، ولو زرع له بدل الانترلوب ذهب بيصب. الحمد لله على كل شيء. ما تضايقش نفسك يا سعيد. ما تضايقش نفسي ازاي؟ هي التضحيات والمخاطرات اللي عملتها شويه. تجري جري الوحوش غير رزقك لن تحوش. هتبطل الكلام البلدي بتاعك ده بقى وجه. هي دي الحقيقه يا ابو علم، مفيش قوه تقدر تغير اراده ربنا. وليه ربنا مش عايزنا نخلف؟ استغفر الله العظيم. انت ممكن تخلف ولازم تخلف. ازاي؟ عندك علاج للامين روهيه؟ جدد فراشك يا اخي، اتجوز. اتجوز على وفاء. ومال الشرع بيسمح لك باربعه؟ غريبه، ده انت عندك فكره عن الشرع يا دكتور. اسكت انت يا ابو جهل. ما اقدرش، ما اقدرش يا نبيه. ليه؟ ده انا كده ابقى بقتل كل معاني الوفاء والحب. مفيش قدامنا مجال للعواطف. ارجوك قدر موقفي العلمي. طب ما تقدر موقفه هو كمان، ولا انت ما بتفكرش غير في نفسك وبس؟ يا اخي اسكت انت. اسكت ازاي وانت عاوز تدمر حياة زوجية اتبنت على المودة والرحمة من 20 سنة؟ اوه انت، وبعدين معاك يا عبد الحكيم، مش وقت الكلام في العواطف دلوقتي. يا اخي انت ايه، معدوم من الانسانية؟ انا كل اللي بعمله خدمة للانسانية. سيبك من الشعارات الدبلوماسية دي، انت بتجري ورا المجد والشهرة اللي عاوز تحولهم في الاخر لرصيد في البنك بالمليارات. لا بقى، دي اعراض حقد ملتهب. ملتهب من افكارك الجارحة ومنطقك المتقيح. اوه قلت ايه يا سعيد؟ ما اقدرش يا نبيه، ما اقدرش، ضميري يمنعني ان انا اتجوز على وفاء. يا سيدي انت لا بتعمل غلط ولا ترتكب حرام، الجواز ده حقك الشرعي. صعب، صعب عليا يا نبيه. طيب خلاص خلاص، انا هسهلها لك. ازاي؟ ولا حاجة، هجيب لك واحدة تخلف منها من غير لا جواز ولا حاجة. كده تبقى وقعته في الغلط وغرقته في الحرام. يا سيدي اسكت انت، انت مالك انت؟ عاوزه يخلف في الحرام ويجيب ابنه من سفاح. يا سفاح اعوذ بالله. وزي ما فهمت انا لا طالب كيليا ولا قلب ولا عين، كل اللي هناخده منك حته قد العدساي. قلت ايه؟ قلت لا اله الا الله. وحسن جاءك بخمس تلاف جنيه عمله سهله طقشه واحده. لا يا عم، طقشه الدباغه اصعب. هو في اصعب من طقشه الفقر؟ دي فرصة عمرك يا مساح الجزم. ايوه بس نبحبحهم لك شوية كمان عشان تمسح قشفك وتلمع. ايه؟ كام؟ نخليهم 5000 ومية جنيه. قلت ايه؟ يفتح الله، حد عارف يجرى لي ايه؟ حد يرفض 5000 ومية جنيه يا جربان؟ جربان لكن عايش وبهرش كده؟ طب خلي الهرش ينفعك بقى ماشي، وما تلمسش جلد الجزمة بإيدك لا يتعيد من جربك. وامشي على، امشي على، بس على، امشي على. اما بقى رتبت لك صفقه انما ممتازه. تاني؟ دي صفقه بسيطه هتحل لنا مشكلتنا احنا الاثنين بمنتهى الهدوء والبساطه. صفقه ايه بقى؟ هجوزك لمده شهر. شهر واحد؟ بعقد شرعي على سنه الله ورسوله. وبعدين؟ اول لما يتم الحمل هطلعك من عروستك واخليها تتنازل عن البيبي تنازلا لا رجعه فيه. يعني ايه؟ يعني حب بتاعك انت لوحدك. بعد كده هنطلع له شهاده ميلاد تثبت ان الهانم مراتك هي اللي خلفته، يبقى بتاعكم انتوا الاثنين. في احسن من كده حل؟ لا. ومين بقى اللي ترضى تتنازل عن ضناها تنازلا لا رجعت فيه؟ قلت لك انت بالذات ما تفتحش بقك. يبقى تنازل باطل لا يجوز شرعا ولا قانونا. يا اخي انت مالك؟ الله يقطعك ويقطع قانونك. ومفيش انسانه تقبل حاجه زي دي. طب ايه رايك بقى ان انا لقيت الانسانه دي؟ تبقى حيوانه. وبعدين معاك بقى يا ابو جهل. ودي لقيتها فين؟ وهتقبل كده مقابل ايه؟ 1000 جنيه بس. لا انا ما عنديش استعداد ادفع فلوس ثاني اكتر من اللي راح. وانا طب خلاص خلاص خليهم عليا، انا هدفع عليا. تلاقيها صاحبه سوابق مش هضامه ولا بنت ليل معضمه. لا يا ابو جهل، صاحبه شهاده اجنبيه وبنت وزير سابق. بس ما تقولش بنت. لا بنت وعذراء.
وجميلة من جميلات الأساطير الملونة. فين هي؟ عريسك عايز يسمع بنفسه موافقتك على الاتفاق. I never change my word. كلمي بالعربي يا سوزي. أنا ما أرجعش في كلامي أبدا. يعني أنت موافقة على ال على كل اللي قاله لك البروفيسور. اطمن no problem، مش هيكون في أي مشاكل. هتبيع ضمانك بالفلوس يا أنسة؟ Why not؟ عشان أشتري حاجات تانية أنا محتاجها أكتر. حاجات زي إيه؟ الله، وبعدين معاك يا عبد الحكيم، أنت مالك أنت؟ ما تطلع منها يا أخي. ما حاجة تجنن. أوكي سوزي، الليلة نكتب الكتاب. الليلة؟ خير البر عاجله يا أخي. بر ده اسمه بر ده. أنت تاخد عروستك وتروح السويت اللي مكتوب باسمك في الأوتيل وتقضوا شهر العسل. مش ممكن نأجل يوم ولا اتنين؟ هنأجل ليه يا أخي؟ عشان اوضب نفسي واستعد يا اخي. هتستعد لايه بس؟ على كل حال انا تحت امره، حددوا الوقت وانا جاهزه. ثانك يو فيري ماتش سوزي، انا هبقول لك على الميعاد. اوكي بروفيسور. باي باي. ممكن تفهمني بقى بتاجل ليه وعايز تستعد ليه؟ استعد ليه؟ ما ترد عليه عبد الحكيم. رد، هو في حد في سننا يقدر يرد على بنت صاروخ ناري زي ده؟ قول له ما تخافش، ده انا خلفها يا نبيه. اطمن، يو هاف ا فيري سترونج انرجي، طاقتك الصحيه اقوى من سنك، فولتك عالي. مش مساله فولت يا نبيه. الله، امال خايف من ايه؟ ازاي بس اتجوز بنت قد بنتي؟ واي نوت، دي موضه العصر. اياكم والشباب، اياكم والشباب، فهي نار تندلع وماء ينقطع. انا نفسي انقطع لسانك يا اخي. يا ابني انت شطان. عملتني شطان كمان. نازل قص ولزق في لحم البشر، وعمال تخرم في المبادئ والاخلاق، وتقطع في صلاة الرحم والانساب، ده انت نيلة قوي. حمار مترجم لانسان. ايه الكلام ده يا سعيد؟ يا حبيبتي ده الحل الوحيد اللي ممكن نعوض بيه خسارتنا، ونستفيد بيه من كل الكروت اللي اتلعبت. كروت ايه؟ دول 2,000,000 جنيه، وعملية في المخ، وتضحيات ملهاش عدد. تمين؟ عشانك انت طبعا. نفسي اكمل سعادتك بطفل يقول لك يا ماما. ومين قالك اني عايزه طفل؟ ما تغلطيش نفسك يا حياتي، دي مساله غريزيه. تقوم تجيب لي طفل من ام تانية؟ دي مجرد رحم صناعي، وعاء، انبوبه هنزرع فيها طفل لنفسنا. اذا كان نفسك في طفل للدرجه دي ممكن تبان. اعوذ بالله، التبني ضد الشرع. واللي انت عايز تعمله ده ايه؟ شرعي 100%. طفلي جاي من صلبي وهيقول لك يا ماما. هو ده الحل في رايك؟ طبعا. هو في حل تاني قدامنا غيره؟ هو ده الحل العلمي. علمي؟ طبعا، ما دمنا عاجزين اننا نخلف بالطريقه الطبيعيه يبقى لازم نصنعه، نولفه بالطريقه العلميه. انا عشت معاك كل ايام شبابي وانا كنت قادره، وانت اللي كنت عاجز. وفاء، مش قصدي اجرح شعورك. وضحيت، ضحيت عشانك بأجمل وأغلى مشاعر الأمومة اللي تتمناها كل ست. وفاء افهميني، أنت دلوقتي اللي قادر وأنا اللي عاجزة، ومش هطلب منك تضحي، لأن التضحية اختيار مش اضطرار. وإيه لزوم التضحية والحل في إيدينا؟ أنا أسفة على كل ثانية ضيعتها من عمري معاك. وفاء أنا، أنت حر يا سعيد، أرجوك طلقني. هدفع لك 50,000 جنيه. قلت ايه يا مأحلي؟ 50,000 جنيه رزعة واحدة تشبرق بيهم حياتك وتوضب نفسك بدل الصياعة واللزعة على القفة والشبع طاقة وجوع طاقتين. بس الطاقة في الدماغ توجع يا عم. ابدا، هو البنج بيخلي وجع يا راجل. اشرب اشرب في صحتك يا زهنجة. ما انا خايف من ايه؟ لو طوعتك مش هقدر اشرب ولا كاس بعد كده. ليه؟ ده انت هتشرب اللي عمره ما حكي لك جوف. ما انا لو صحتي راحت هشرب في صحة مين؟ ابقى اشرب في صحتي انا يا اخي. لا يا عم، من اتكل على صحة غيره بيت كبده ينقع عليه. انا صحتي بالدنيا،
طز في الفلوس. انت اللي بتقول الكلام ده يا متسول. متسول لكن واقف على رجلي. وما وقفتش على رجلي هتسول بايه؟ تسول بقى فات يا خمرج يا عفش يا بطور لب حمضان. امشي هلا امشي. كنت فين لوش الصبح يا اسطى؟ انت مالك انت؟ انت هتحاسبيني يا بنت؟ بقولك ايه؟ انا الحال المهم ما يعجبنيش. انت ما كنتش هتتلائم وتتعدل وتفوق من السكر والصلمحة والخيبة اللي انت فيها دي. هتعمل ايه يعني؟ لا انا تحملها كتير وصبر الحدود يا عم. قولي من وشي انا مش فاهمك. طب وانت فايق لروحك؟ يا شيخ حرام عليك. بلاش افترى. ده انت الفقر ليك دوا. بس خلاص ما تهوينيش يا فساد الكيف يا تلف المزاج. ده اللي هو انا طبعا. دي مقابلة واحدة الست للبي جوزها. ما هو من غلبي من غلبي. المرة وجوه فرشتالك وانت مالي له يا عدالة. يا فلاتي يا ابو عندايغة. فلاتي فلاتي من بوك لباب السما. ربنا يزيد الفلتانة يا سلطحية. سلطحية طبعا. ما احنا ما بيناش قد المقام من يوم ما اتبهوقت في بلاد بره يا شخلاعة. شخلاعة؟ بره البيت مداعة وجوه ضفدعة. طب عليا الطلاق ما انا عينك فيها. وبكره الصبح وقتك هتوصلي. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. والخيمة طرحت من سهوي. I'm ready. تحت أمرك. منظر الغروب جميل. إيه رأيك لو نتفرج عليه سوا؟ Why not؟ ونستفيد بالأشعة البنفسجية. المهم الأشعة الشعرية. الأشعة الرومانتيكية. هو في أشعة رومانتيكية؟ Why not؟ الأشعات موجة ضوئية. واضح إنك متأثرة بالجو الطبي والحياة وسط الأشعة والتحاليل. الحياة كلها عبارة عن تحاليل. تحاليل؟ النسيم الجميل ده مثلا مش نسيم. أمال إيه؟ ده نيتروجين وأكسجين وثاني أكسيد الكربون أند هوليوم. هوليوم؟ وأرجون وأشعة كونية. يا سلام حكمته. طب إيه رأيك إن رغيف العيش مش رغيف؟ أمال إيه؟ مواد كربوهيدراتية وبروتينية ودهنية أند فيتامينز. أيوة بس المشاعر العاطفية. حتى المشاعر العاطفية عبارة عن تحاليل. ازاي بقى؟ القبلة مثلا. ايوه 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 عبارة عن اندفاع هرمونات في الشرايين مع افرازات حمضية. افرازات حمضية؟ ولوعة العيش ارتفاع في نسبة التستوستيرون والاسترين. طب بس 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 انت كمبيوتر؟ افرازات حمضية. الله يخرب عقلك انا بيه. كل شيء محسوب يا ابو جهل. كان لازم دخلتهم تتم في الاسبوع ده بالذات. اشمعنى؟ لان هو ده الوقت المناسب للحمل عند سوزي. وانت ايه اللي عرفك بالدخليات دي يا اخويا؟ التحاليل اللي انا عملتها بتقول كده. انت حللتها؟ وفي خلال اسبوع واحد هيتم الحمل. انت متاكد للدرجه دي؟ وبعد كام شهر ممكن اقول لك اللي في بطنها ولد ولا بنت. ازاي بقى؟ بالتحاليل. كل شيء بيبان بالتحاليل يا ابو جهل. هاي سوزي. ها وات هابند؟ يس يس. ايه اللي يس يس؟ ما تفهمني ايه اللي حصل. يس طيب 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 انا جاي على طول.
ما تفهمنا حصل يا سعيد. انت عملت فيه ايه يا بنت؟ nothing. انا ما قربتلوش. انت وبعدين معاك يا عبد الحكيم؟ انا عاوز افهم جراله ايه ويترعش كده ليه؟ قلت لك اخد لطشة برد من القعده بره في تراس. لطشة برد تعمل كده؟ لازم ننقله المستشفى دلوقتي. اطلبي المستشفى سوزي على طول وقولي لهم يبعتوا العربيه المكيفه. اوكي براف. عاجبك كده؟ مين قال لك تعدي له الفول؟ وطيه له شويه لينفجر. اسكت انت يا ابو جهل. اكيد بعد الانتعاش المادي اللي حصل لك حدثت لك تغيرات في نظام حياتك الزوجيه. تغيرات من هيله بستين نيله. ما حاولتش تعمل علاقات نسائيه خارج محيط البيت؟ حاولت ولا حياه لمن تنادي. كفايه كده النهارده، نكمل كلامنا في الزياره الجايه. ما تاخذنيش يا دكتور، انا نفسي اعرف اخر رجلك معايا ايه. خير خير ان شاء الله. بس انا مش شايف خير. صحتي يا استاذ عبد القوي، يا ريتني في صحتك. ده انت صحتك ممتازه وجسمك كله سليم 100%. يا دي النيله يا دكتور، بقول لك من بعد العمليه السوداء دي وانا حاسس ان صحتي مش هي. انا مش انا. كل دي اوهام ملهاش اي علاقه بالواقع يا دكتور. صدقني ما اقدرش اصدقك واكذب كل الاشعاعات والتحاليل اللي اتعملت لك هنا وفي الخارج وعليها توقيع اكبر اساتذه في الطب. يا ناس صدقوا العليل ولا صدقوا التحاليل. الله، انتوا عاملين رباطيه عليا. رباطيه لكل داء دواء، وانا عارف بقى دائي دواءه فين. فين؟ في طرلب. هات لي واحد يديني حته طرلب وانا مستعد ادفع له مليون جنيه. مليون جنيه؟ المنطر يركب الصعب. بس هو فين؟ حد لاقي؟ المغفلين اللي في الدنيا جبروا، انا اخر واحد فيهم. يا حزن السودة يا ناما. يا حزن السودة يا ناما. يا حزن السودة يا انا. اللي جرالي في النبي شدة وتزول ان شاء الله. سعيد هتزول امتى؟ انا بقالي شهرين بلا لاقد. الظاهر انها راقدة بلا امها. بعد الشر عليك يا حبيبي، ان شاء الله هتقوم بسلامة. بالنبي انه ايه نبي. حاضر، بس هدي نفسك يا سعيد. كنت فين يا لا ساعة ما قلت اه؟ يا اخي هو اللي اذى نفسه. انا فهمته ما يعرضش نفسه للبرد، يوم ياخد دش ميه سخنه ويقعد في تراس على النيل. ايه الكلام الفارغ ده؟ عاوز تقنعني ان شويه برد ممكن يبهدلوه بالشكل ده؟ ايوه ممكن، لانه مقاومه جسمه مش في وضعها الطبيعي. وده بسبب العمليه طبعا؟ لا، العمليه ما لهاش علاقه خالص. امال ايه اللي له علاقه؟ الحقن. الحقن اللي هو بياخدها علشان تساعد الجسم على التئام الجزء المزروح بتضعف من مقاومه الجسم شويه، وانا فهمته كده كويس وحذرته انه ما يعرضش نفسه للبرد. والعمل دلوقتي؟ اهو البرد قلب معاه بنزله شعبيه حاده، ممكن يقلب معاه بالتهاب رئوي لو ما اتعالجتش. طب ومستني ايه؟ ما تعالجه يا اخويا. يا سيدي ما اقدرش اديله جرعات عاليه من المضادات الحيويه، لان زي ما بفهمك جسمه مقاومته ضعفت. يعني ملوش علاج؟ علاجه هيبقى على اللونج ران، على المدى الطويل. اطول من كده؟ ده صحته بتتاخر يوم عن يوم يا نبيه. يا سيدي اطمن اطمن، هيخف هيخف. شيل ده من ده، يرتاح ده عن ده. صدقني يا سعيد بيه احنا غلطنا. انت عايز مني ايه بالظبط؟ عاوزك تاخد فلوسك وتديني طرلوبي. الله يلعن طرلوبك ويلعن اليوم اللي شفتك فيه يا مرض. ربنا يكفيك شر المرض. عايز نفتح مخي تاني، وانا مش قادر اقف على رجلي يا عديم الاحساس والنظر. عشان مصلحتك، دي زرعة خايبة ولو حشيتها وقلعتها هتفوق وتروق. امشي برا، امشي اطلع برا يا تلطح يا مجموع. امشي. ايه يا سعيد؟
طلعوا كوب الزباله ده بره، مش عايز اشوف وشه تاني. زباله زباله يا اخلاقها برضه محترم معايا اللي طالب حقه في طرق وبزباله بره. هدي نفسك حبيبي، هدي نفسك، ده احنا ما صدقنا انك اتحسنت وصدرك ارتاح. ارتاح. انا افتح مخي تاني يا هو، انا اتنصفت في اللزق لما اتنصف في القص يا كلب. استغفر الله. خد حقي واللي ضحكوا عليا وذبحوني. حدش ضحك عليك، انت اللي ضحكت على نفسك وبعت لحمك ودمك بالفلوس. ملعون ابو الفلوس، خدوها مش عايزها دلوقتي، مش عاوزها. نسيت لما كنت بتقول ان القرش مفتاح لهنا وعض قلبي ولا تعض رغيفي؟ كنت غبي، جزمه قديمه، لكن دلوقتي، لكن دلوقتي انا فهمت وعرفت. عرفت ايه؟ عرفت ان الفلوس تقدر تشتري الاكل، لكن ما تقدرش تشتري النفس اللي تاكل. تقدر تشتري الدواء، لكن ما تقدرش تشتري الصحه والشفاء. تشتري السرير، لكن ما تقدرش تشتري النوم. سبحان الله، لو كنت رجعت حسبتك ما كنتش خسرت قرات واحد من ال 24 قرات بتوعك. ابوس ايدك، ابوس ايدك واقف جنبي. وانا في ايدي ايه؟ في ايدك القانون اللي بيقول لا، القانون المصري، ابو الانسانيه والرحمه والمجدعه. سبحان الله، ارفع لي عليهم دعوه، قضيه، هات لي منهم حقي. هدي نفسك عبد القوي. قوي انت مش برضه اسمك عبد القوي جديد؟ شديد. يا سامي لا تعرف بارد من حامي. هيحسسونا يا رب، هيحسسونا يا رب. هيحسسونا يا رب. قلت لك وريني القرد يا نبيه. قرد ايه بس يا سعيد؟ انت هتعمل زي الناس الجهله. لازم اشوفه، عايز اعرف اذا كان سليم ولا عيان، عايش ولا مات. سليم وعايش وصحته زي البوم. اشوفه. طب اشوفه. هدي نفسك بس، هدي نفسك واستريح، هجيبه لك لحد هنا وانت تستريح وما تقومش من السرير. مش هستريح الا ما اشوف القرد. طب هدي نفسك بس، هدي نفسك. لازم اشوف القرد. هدي نفسك، هدي نفسك. لازم اشوف القرد يا سعيد. مش كده، هدي نفسك. سعيد، 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 رد عليا يا سعيد. سعيد، سعيد، مالك يا سعيد؟ رد عليا يا سعيد، رد عليا يا سعيد. الناسانيس قدامك صحتها زي الحديد، لا واحد منهم مرض ولا انشل. عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان العمليه ناجحه 100%، ملهاش اي مضاعفات ولا اي اثار جانبيه. لا حول ولا قوه الا بالله. صدقني يا عبد الحكيم، العمليه ناجحه. العمليه ناجحه والمريض اتشل. اتشل نتيجه جلطه، والجلطه سببها الرقده الطويله اللي رقدها في السرير اثناء فتره علاجه من هذا الشعبيه، لكن العمليه ملهاش اي علاقه. ملهاش اي علاقة. لو كانت هي السبب كان عبد القوي كمان اتشل. ما تتريقش. يعني ايه؟ واحد اتشل والتاني اختل. صدقني يا عبد الحكيم، العملية ناجحة. العملية ناجحة والمريض اتشل. اتشل نتيجة جلطة، والجلطة سببها الرقدة الطويلة اللي رقدها في السرير اثناء فترة علاجه من هذا الشعبية، لكن العملية ملهاش اي علاقة. ملهاش اي علاقة. لو كانت هي السبب كان عبد القوي كمان اتشل. ما تتريقش. أقصقص فيه ما ينقصي،
قطعت فيه ما يقطعش، ويا رب ساعده من ذله ولا يهمه دواء كله. وانا ادعيلكم، انا ادعيلكم، وانا ادعيلكم يا اهل الطب، هيستر رب، هيستر رب، انا هيستر رب، طلب طلب، اديله طلب، وهو طلب، انا طلب، هي طلب، وانت طلب، انا عايز طلب، طلب طلب طلب، وتجيب لي طلب، وتجيله طلب، طلب طلب طلب. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم.